تمام. انا هبدأ وهخلي الأسئلة بتاعت الشات بس هبص عليها في الآخر ممكن، عشان بس نحافظ على تسلسل الأفكار. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه هو عن علاقة الخوارزميات الجينية اللي هي جيناتيك ألجوريزمس والتصميم المستدام للعمراني، يعني المستدام. ويمكن ده موضوع بقاله مش جديد قوي، بقاله مدة، بقاله يعني مثلا من أول 2009 مثلا بدأ فيه بقى البحث العلمي ياخد اهتمام أكبر عن فكرة إن احنا نحاول نعمل sustainable building يعني. وبدأ يبقى فيه اهتمام كبير بالموضوع ده، والأبحاث تزيد يعني طلبا في إن هم يحاولوا يوصلوا لاستراتيجية أفضل من الاستراتيجيات اللي احنا كنا بنشتغل بيها التصميم بتاعنا العمراني. ومع الوقت الموضوع بدأ يبقى التكنولوجيا بقت دور كبير قوي فيه. يمكن النهاردة في 2020 بكلمكم عن حاجة تكنولوجيا يعتبر قديمة شوية، اللي هي الخوارزميات الجينية. يعني أتمنى إن احنا السنة الجاية نكون بنتكلم في علاقة التصميم العمراني، وإن احنا نجحنا فعلا في طريقة إن احنا نربطه بالذكاء الصناعي بالمعايير بتاعة التصميم العمراني بتاعنا فعلا، مش مجرد أشكال نتاج يعني هندسي وبس. مبدئيا احنا هنبدأ موضوع التصميم العمراني من تخطيط الشوارع، لأنه التخطيط الشارع هو أهم حاجة، وهو ده أول حاجة بيبدأ بيها المخطط العمراني الحديث علشان يخطط المدينة بتاعته. طيب، بيئيا موضوع تخطيط الشوارع ده مشكلة كبيرة، لأنه هو عنصر مهم وعنصر مؤثر بدرجة كبيرة جدا على استهلاك الترانسبورتيشن، يعني اللي هو التنقل ووسائل المواصلات كلها، لأن ده مرتبط بمسافة السير اللي بتقطعها الوسيلة دي مثلا لغاية ما توصل للأماكن بتاعتها. بالتالي لو أنا مخطط صح، مخطط فعلا للشوارع دي صح، وبتودي فين وبتجيب فين وبتوصل هنا فين وعلاقتها ببعضها ايه، هقدر أسيف انرجي كبيرة جدا في الطاقة، وفي مش أي وقود كمان، الوقود اللي هو اللي بتحرقه الوسائل دي عشان بتطلع كربون في الهواء. بالتالي في الوضع الحالي اللي احنا فيه، وسائل المواصلات بتستهلك 40%، هي مصدر أساسي ل 40% من الوقود، هي بتستهلك حوالي 40% من الوقود. في مصر عندنا حوالي بنستخدم 20% من الوقود في التنقل. طبعا في معلومة احنا عارفينها ومتوقعة، ان احنا على 2050 هيبقى 70% من سكان العالم بيسكن المدن، وبالتالي احنا بنسكن الحضر، والحضر ده يعني هو ده وسيلة التنقل الوحيدة فيه هي العربية، مش السير ولا زي يعني ولا الطريقة العادية خالص بتاعت الحياة البسيطة بتاعت المدن بتاعت يعني بتاعت المجتمعات يعني. بالتالي احنا عندنا مشكلة في ان احنا عندنا طلب متزايد على الطاقة، والطلب المتزايد ده متزايد على وسائل المواصلات، ومتزايد على استهلاك الطاقة بالتوازي في اللي هي في التنقل يعني. تمام. طب انا هدف الموضوع دلوقتي اللي انا بتكلم فيه، ان انت كمخطط عمراني او مصمم عمراني بايدك توجد حل للمشكلة دي، وبإيدك توجد حل لمشكلة تانية كمان، هو إن أنت تخفض بنفس التخطيط اللي أنت بتخطط بيه الشوارع دي، إنك تخفض استهلاك المباني من الأحمال الحرارية وأحمال التكييف والتبريد والهيتينج والكولينج، سواء بقى مباني سكنية، مباني تجارية، بأي نوع مباني، وإن أنت تخلق مجتمع يعني منفتح اجتماعيا اكتر من التصميم او التخطيط الحالي اللي احنا بنعيش فيه. طيب،
فده خلانا برضو رجعنا تاني لنفس النقطة، ان احنا محتاجين نركز اكتر مع تصميم الشوارع، لان الشوارع ده هو نقطة التقاء المباني مع المساحات المفتوحة واماكن المفتوحة اللي احنا بنتجمع فيها واماكن ووسائل المواصلات بتاعتنا. كل ده وهو ده مسار التقاء وهو الستريت نتوركس، بالتالي احنا بدأنا بيها. طبعا مازال الى الان المشكلة دي مش عندنا في مصر ولا في امريكا مثلا، بس المشكلة دي موجودة في العالم. يمكن تتفاوت استهلاك الطاقة بصورة عامة من قطاع لقطاع حسب كل توجه كل دولة او كل قارة. يمكن هنلاقي هنا التشارت مقلوب شوية في الصين، على عندهم الاندستري هي اللي بتاخد طاقة اكتر، يمكن ده طبيعي لو دي مدينة صناعية. بس لان الاتحاد الاوروبي وامريكا بقالهم فترة طويلة بيحاولوا ينقلوا الصناعات بتاعتهم في الصين، فاصبح ان هو ده التشارت مقلوب بالعكس، انه عندهم القطاع الصناعة بياخد طاقة اقل في دولهم، لكن في الصين فعليا هو بياخد طاقة اعلى. لكن احنا ممكن نقول ان اوفرول العالم عنده نفس المشكلة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، سواء مباني سواء ترانسبورتيشن. تمام. لو احنا جينا قلنا ايه العوامل المؤثرة او ايه العوامل اللي انا بتحكم فيها في التخطيط العمراني او التصميم العمراني للمدينة السكنية او المدينة اللي انا بخطط لها، هتلاقي ان كل بيتكلم في مثلا بلوك لينس، بلوك ويث دنسيتي. بلوك لينس مثلا اللي هو طول ابعاد البلوك السكني او البلوت السكني، الكثافه السكنيه اللي عليه، وده اللي هو عدد البلوكات السكنيه او عدد المباني السكنيه على الاريا بتاعتها، المسطح بتاعها. الستريت دنسيتي، كثافه الشبكه. عندي ايه تاني؟ عندي ابعادها، سكاي فيو فاكتور، دي نقطه مهمه، قد ايه المباني دي شايفه السما، قد ايه المباني دي داخل لها ضوء طبيعي. سكاي فيو فاكتور ده نقطه مهمه برضو. هتلاقي ان كل العناصر اللي احنا بنتكلم فيها، وده يعني ده بحث منشور 2017، ممكن يجي بحث تاني يطلع لنا زود لنا الليسته دي. المهم هتلاقي ان انت بتتكلم تقريبا في كلها حاجات مرتبطة بالتقسيمة اللي بتبقى من شبكة الطرق. تمام. طيب محتاج احكي لكم حكاية صغيرة كده الاول قبل ما نبدأ شوية في ازاي احنا استخدمنا تكنولوجيا الالجوريزمز في انها تساعدنا في حل المشكلة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي. زمان زمان خالص، سنة 1940، كانت المباني هي اللي بتشكل المجتمع بتاعنا والمخطط بتاعنا العمراني. كان المبنى من حقه ياخد أي شكل وأي توجيه وأي وضع، وبعد كده مبنى في مبنى في مبنى يبدأ يحط وضعه ومكانه، وبعد كده إحنا نبدأ نخلق شوارع شوارع من ما بينهم توصلنا للمكان اللي إحنا عايزينه ونتحرك من خلالها. تمام. كانت الطريقة دي مخلية الشوارع أو أماكن التجمع بتاعنا دي أماكن قابلة للمشي، وسكالها صغير، عرضها بسيطة، تعتبر يعني إيه، ممكن نسميها صديقة للإنسان شوية، مش حاجة زي الطرق السريعة والكلام ده. بعد كده حصل عصر بقى النهضة الصناعية، وبدأنا نعمل نخترع أنواع مختلفة من المحركات البخارية والمحركات بقى اللي احنا فيها دلوقتي إلى الآن، يعني من زمان، من 1950 وإلى الآن. وحصلت الثورة الصناعية، وبدأ يبقى في أنواع مختلفة من شبكات المواصلات، وبقى عندنا آلات بتتحرك بمواتير، أصبحنا نسميها موتور بايك أو موتور سايكل أو موتور أي ترانسبورتيشن بقى، بس كار، أي بقى عندنا كمية حاجات بتستهلك وقود عشان تتحرك وتنقلنا من مكان لمكان تاني.
ما بعد بقى النهضة الصناعية تغير الفكر كله خالص في التصميم والتخطيط العمراني، وقال لك ان احنا لا، احنا كده هنبدأ نصمم الاول الشوارع، ونصمم الشوارع للعربيات الاول، ونشوف العربية هتمشي ازاي، وبناء عليه نصمم الشارع، وبناء على ما يعني نريح العربية الاول وبعد كده نصمم الباقي ده بقى، نخليه مدينة ونخليه مبنى سكني هنا ومبنى تجاري هنا ومبنى هنا، بعد ما بنقطع التورتة دي اللي يتبقى ده هو هيبقى مباني. وبعد كده الدنيا طبعا وسائل المواصلات زادت، وبدأ الطلب على السيارات دي يزيد جدا، فأصبحنا اخترعنا وقتها بعدها في 1960 بدأنا نستخدم لأول مرة إشارة المرور عشان ننظم بيها حركة المرور في الشارع، وننظم علاقة المشاة بالطريق، وأصبح المشاة دلوقتي بيستنى إشارة معينة عشان يعدي، وأصبحنا بنحاول نوجد علاقات وبنحل مشاكل ما بين شبكة المواصلات وأنواع المواصلات القديمة وتداخلها وتأثيراتها على الأماكن التاريخية اللي هي ما كانتش متعودة إن يمشي فيها عربيات ولا سيارات بهذا النوع، وبتبوظ طلاقها وتبوظ قيمتها التراثية عندنا. وأصبحنا نوصل لمشاكل وأشكال غريبة مختلفة جدا من الشبكات اللي بتأثر بالتالي على البلوت أو البلوك السكني أو البلوك اللي أنا بحله بشكل عمراني. يمكن اللي اهتم يعني أو أبرز الباحثين المهتمين بموضوع الشبكات بتاعة الطرق، وإن هو يحاول يصيغها بصورة الجوريزمية أو صورة إن إحنا نطلع منها رولز وندرسها رياضيا أكتر، كان في حد اسمه مارشال بدأ دراساته في 2005 وعمل كتاب اسمه ستريتس أند باترن، والكتاب ده يعتبر من أهم الكتب لأي حد أو مرجع مهم جدا لأي حد عايز يدرس موضوع الشبكات وموضوع يعني موضوع الأربن باترن والكلام ده. طيب نتكلم بقى. طيب انت قلت لي دلوقتي اول حاجة ان انا محتاجة اهتم بشبكة المواصلات ماشي بالطرق، لان هي في العصر الحديث او المخطط العمراني الحديث بيحطها اول خطوة علشان يصمم المدينة بتاعته او المجاورة السكنية بتاعته او اي مجتمع عمراني هو هيصممه. طيب طيب ماشي، في حاجة قلت لي ان انا لو اهتميت بيها هقلل استهلاك الطاقة المستخدمة في الترانسبورتيشن، تمام. طيب أنا عايزة أضيف حكاية كمان، منافع إضافية لو أنت اهتميت بالموضوع ده هتاخدها كمان في اعتبارك وأنت شغال. الطريقة الحديثة في التصميم للشبكات اللي هي القائمة وما زالت قائمة في العصر بتاعنا بتسبب مشكلة وتساهم بدور يعني بتساهم بدور فعال جدا وواضح قوي في ظاهرة أعتقد معظمكم عارفينها اسمها الأربن هيت ايلاند افكت، وهي اسمها ظاهرة الاحتباس الحراري، الجزر الحرارية، والظاهرة التانية بتاعت الاحتباس الحراري. نبدأ بالاحتباس الحراري، أعتقد برضو أنتم عارفينها موضوع الجرين أو الصوبة الزجاجية ده. إحنا أو الترانسبورتيشن بيساهم فيه بأن هو بيطلع غازات كربون بمعدلات عالية، واحنا قلنا احنا المعدلات العالية دي ممكن نتحكم فيها ازاي كمخطط عمراني او كمصمم عمراني. طيب في حاجة تانية كمان، ان ده لوحظ ان دايما درجة حرارة المدينة او قلب المدينة مرتفع بدرجة لخمس درجات في درجة الحرارة عن اطراف المدينة، يعني قلب المدينة بيقرأ قراءات في درجة الحرارة أعلى من أطراف المدينة، وبالتالي أصبح عندنا حاجة اسمها جزر حرارية. يعني دايما قلب المدينة هتلاقيه حر، ليه جو معين، ليه اسم بنسميه مايكرو كلايمت مختلفة عن القراءات المدينة. عشان كده دايما هتلاقي لو ممكن تسمع عندك بتتابع مثلا نشرة أخبار أو كده، هتلاقي دايما نشرة الأخبار بتقول أرقام أنت شايفها متفائلة قوي يعني عن اللي أنت حاسه فعليا،
بغض النظر عن عوامل تانية ممكن تأثر، هي في عوامل تانية في الإحساس ده، زي إن أنت ساكن في قلب المدينة ولا أطراف المدينة، لأن كمان الوحدة اللي هي الويذر ستيشن اللي بتقرأ الأرقام دي غالبا بتبقى في مطارات أو في أماكن بعيدة شوية، مش واقعة في قلب المدن، فبالتالي مش بتقرأ القراءات اللي احنا بنتكلم فيها دي. مثال عندنا، أحد الأسباب اللي متخلينا مهتمين بموضوع زي ده، إن مصر فيها محافظة زي القاهرة. القاهرة تعتبر من أكبر المدن اللي هي بتشكل نسبة بنائية عالية جدا على المتر مربع، يعني بما يعني بمعنى صح عندنا فوت برينت عالي جدا مقارنة بدول تانية كتير. دي دول كتير عندنا بره في العالم. القاهرة تعتبر واحدة من أكبر المدن اللي فيها نسبة بنائية عالية جدا، نسبة المسطح بتاعها، بالتالي الموضوع ده مهم جدا إن احنا نشوف ونعيد تشكيل التخطيط ده والمصمم التصميم بتاعنا العمراني ده. في بحث تاني اتعمل بيقول إنه لو أنا عشت في مجتمع عمراني مش متخطط كويس، ده هيأثر على حاجات كتير جدا ويمكن يسبب لي أمراض. يمكن احنا قبل الكورونا أو قبل اللي احنا البانديميك اللي احنا فيه ده دلوقتي ما كناش هنحس أو هندرك المعاني دي. يمكن دلوقتي اللي هقوله دلوقتي ممكن تصدقوني فيه، يمكن أنا قلت الكلام ده بدري شوية ما كانش ينفع تصدقوني فيه، أو كنت هتشوفوني ببالغ شوية، بس دي أبحاث موجودة من زمان ومعمول عليها. يمكن في افلام وثائقيه كمان بتتكلم في نفس الموضوع ده، وفي دراسات كتير بتتكلم في الموضوع ده، انه التخطيط العمراني اللي انت هتعيش فيه هيأثر على حاجات كتير جدا 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 ليها علاقه بين اول حالتك النفسيه، وزنك، نشاطك، صحتك، حاجات كتير جدا هتأثر عليك بسبب المكان بس اللي انت عايش فيه. هو بيقول لك هنا التشارت ده بيقول لك ان انت هتواجه انواع معينه من التلوث لو انت سكنت يعني بداخل المدينة. بيقول لك ان انت هيبقى عندك تلوث في الجو، فده يعمل لك حساسية ومشاكل في الصدر، ويعني حساسيات كتيرة جدا، وده طبعا ممكن يتطور لأمراض تانية زي الربو والالتهاب الشعبي، ولا قدر الله أمراض أخرى متقدمة ليها علاقة بالسرطانات. في حاجات تانية متعلقة يعني بالحالة الذهنية بتاعتك، المنتل هيلث بتاعك، و الاتزان النفسي بتاعك، الاكتئاب، الحاجات دي كلها مرتبطة بالبيئة اللي انت عايش فيها، ومرتبطة جدا بالتخطيط اللي انت عايش جواه. التخطيط بتاعك مسؤول عن تعرضك لدرجة الشمس، للسطوع الشمسي للضوء الشمس. فلو التخطيط بتاعك ده مش هيقدر يوفر لك يعني نسبة معينة من الضوء الشمس، ده هيؤدي إلى اللي احنا بنتكلم فيه ده، أمراض ليها علاقة بالاكتئاب والخمول ومشاكل تانية ليها علاقة بالنظام التمثيل الغذائي جوه جسمك. طبعا يعني مشاكل، احنا بنتكلم في حاجات كتيرة جدا يعني. طبعا لو أنا عندي مشاكل في الترانسبورتيشن وطريقة الحركة، فده هيخليني ما بتحركش، بضطر اركب مواصلات، بالتالي انا وزني هيزيد، هيبقى عندي اوبستي، عندي سمنة، وهيبقى عندي برضو مشاكل تانية، لان انا بدخن وبدخن وهكتئب، وبدخن وباكل وبدخن وهكذا. يعني هاصبح ان انا عندي نظام حياة اتشكل بسبب المخطط العمراني. طيب انا دلوقتي كمخطط عمراني أسأت التخطيط من البداية، أنا مسؤول عن كل اللي بيحصل ده. طيب ده أحد الأبحاث برضو المنشورة في 2019 بتتكلم في علاقة العلاقة اللي أنا بتكلم فيها دي بالتخطيط العمراني وعلاقته بتوفير الوظائف وتوفير المشي، وإن احنا نوفر أنشطة للناس، وإن أنا إزاي أسهل حركتهم وحياتهم
وان انا اخلق حياة مختلفة وانشطة مختلفة، واشجع العجل واشجع المشي واشجع الناس التقائهم ببعض والتعارف ببعض، وان هم يعملوا يتمشوا ويجروا وهكذا. ان هو بدل ما يروح يركب مواصلة معينة عشان يروح مكان خدمة معين، لا هو هيضطر، مش هيضطر يعني، هو هيلاقي ان المسافة صغيرة جدا والمسار اللي هو بيمشي فيه مسار مهيأ ومدروس كويس بيخليه يعني بينشطه، فهيتبسط، في يعني هشجعه ان هو encouraging him ان هو يمشي وياخده في طريقه بدل ما يركب transportation. بشكل او باخر احنا خلقنا مجتمع مختلف بيفكر بطريقة مختلفة شوية، بدأ يمشي أكتر، بدأ يستخدم يعني طرق أخرى للتنقل غير وسائل المواصلات. نوعية الشارع ونوعية التخطيط الشبكي اللي هو محتاجه مش تخطيط شبكي مهتم بالعربيات بصورة رئيسية خالص، هو مهتم حاليا بحركة الإنسان، انتقاله لأماكن الخدمة، أماكن تجمعه، وإزاي بس لو هو هيسافر أو هيروح حتة بعيدة شوية يوصل لأماكن الباص ستيشنز أو محطات انتظار الباص بتاعه. طيب ده نفس الكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه برضو في بحث تاني. البحث ده جميل قوي وهرشح ان الناس تقراه بجد، الناس اللي مهتمة بعلاقة التخطيط العمراني بالإنسان وصحته، اسمه Physical Activity and Cardiovascular Prevention is Healthy Urban Living a Possible Reality or Utopia. البحث ده اسمه لطيف قوي ومليان دراسات، يمكن هي بس كواليتي الشارت ده مش حلو قوي، بس عشان البحث نفسه كان نشرها بنفس الكواليتي. بيقول العلاقة ما بين ان انا كمصمم عمراني هقدر اغير واشجع الناس وانهم يتحركوا، وده هيحسن الحاله النفسيه بتاعتهم وهيخلي بينهم تواصل اجتماعي ويتعرفوا على بعض ويقدروا يعملوا فيزيكال اكتيفيتيز، وده بدوره هيقلل الامراض اللي احنا اتكلمنا فيها، سواء اي امراض ليها علاقه بالعضلات او الحركه او السمنه او الكلام ده كله وهكذا. البحث فعلا لطيف، ويعني انا حاولت يعني قدمت لكم ده منه، دي تقريبا منه، بس يعني أحب إن أنتوا تقروه أكتر. هو فيه كمية علاقات كتيرة جدا مدروسة عن علاقة صحة الإنسان بالتخطيط العمراني اللي هو هيعيش فيه. طيب في حاجة تانية بقى، لو تسمعوا عن الليد وأنظمة التقييم المستدام، يعني الأنظمة دي بتحاول تبني مجتمعات مستدامة. احنا طبعا في المشهور قوي في مجتمعاتنا اللي هو أنظمة التقييم للمباني، في أنظمة تانية بتقيم المجتمعات العمرانية. الليد عامل أنظمة مثلا للمباني، وعامل ليد نسخة مخصوصة للنيبرهودز، ليد فور نيبرهودز. فليد فور نيبرهودز ده مثلا مخصص لتقييم المجتمعات السكنية. في البريم اللي هو الكود البريطاني للاستدامة، مش الكود يعني، هو نظام التقييم المستدام، برضو عنده واحدة تانية اسمها Urban Communities. الكاسبي اللي هو الياباني، والدي جي ان بي اللي هو الألماني، عندهم برضو أنظمة أخرى بتحاول إنها هي تساهم وتحط معايير. يا جماعة لو انتوا عايزين تصمموا مجتمع مستدام ممكن تمشوا وتحاولوا تتبعوا الحاجات دي، واحنا هنديكوا بوينتس وشهادة ان انتوا مجتمع عمراني مستدام. التشارت ده عبارة عن مقارنة بين اوزان الكاتيجوريز بتاعت التقييمات عندهم واهتمامهم ببعضهم. طبعا كل نظام تقييم ليه وجهة نظر في انه يدي ايه ويتس اكبر من ويتس تانية، ليه وجهة نظر بناء على طبيعة البلد اللي هو منها، يعني الليد امريكي، البريم بريطاني، ده ياباني، الدي جي ان بي الماني، فكل واحد ليه وجهة نظر بناء على توجه البلد اللي هو فيها ومشاكلهم، فبيحاول يوزع اوزان النقط دي تبعها. طبعا انا اتمنى ان احنا عندنا يبقى عندنا كمان حاجة تانية برضو للاربن كوميونيتيز، سواء للشرق الاوسط او للمجتمعات بتاعتنا شمال أفريقيا أو العرب عامة.
ان احنا يبقى لينا برضو نظام اخر موازي. احنا عندنا للبيلدينج فعلا اللي هو الهرم الاخضر، بس احنا لسه ما عندناش نظام للمجتمعات العمرانية. طيب هنلاقي ان في اهتمام كبير بالمباني، واضح فيهم كلهم، ولكن موضوع التخطيط للنقل وبقية البنية التحتية عامة مختلف فيها شوية، في اللي بيهمشها شوية وفي اللي بيديها نسبة كبيرة شوية. هنلاقي إن أكبر واحد فيهم تقريبا إلى الآن حاطط ويت لموضوع علاقة السيارات والكربون بتاعها، وإن إحنا نقلل وإن إحنا نستخدم ترانسبورتيشن مودز جرين وكده، يعني أنواع أخرى بديلة من الترانسبورتيشن أو وسائل التنقل غير اللي هي بتستخدم كربون. هلاقيها واضحة شوية أو مهتم بيها شوية في الليد. هما كلهم بيهتموا بس وزن الاهتمام ده أعلى شوية في الليد. فأنا تبنيت المعيار بتاعهم في كام حاجة كده هقولها لكم قدام في من الليد يعني. ماشي، لما انتوا قلتوا ان انتوا عايزين تصمموا مدينة مستدامة، المدينة المستدامة دي تشجع أنشطة كتير، عايزين نحط زي فاكتورز او يعني اهداف رئيسية للمدينة المستدامة دي، محتاجين نقولها في انيشيتيفز كده حصلت، انيشيتيفز امريكية حصلت بتنادي بحاجه اسمها جرين اوربن كوميونيتيز، وهتلاقي ليها بابليكيشنز كتير وكتب ومراجع في بتحاول تعمل زي حركه كده في ان هي تشجع، وبتحاول تقدم زي جايد لاينز ازاي نعمل جرين اوربن كوميونيتيز. هي حاولت تلخص الموضوع كله في 9 نقط اللي قدامكم دول، ان هم دول الهدف بتوعنا، ان احنا من تصميم مجتمع عمراني مستدام او اخضر. اول حاجة ان احنا نشجع المشي، وان المشي ده يبقى وسيلة التنقل الاولى وليست الاخيرة. تاني حاجة الكونكتيفيتي، وده معناها سهولة الوصول من مكان لمكان تاني بدون تعارض بقى، سواء يعني سيارات او مشاة. تمام. تالت حاجة لقينا ان احسن حاجة عشان تحقق لنا الاتنين دول كمان، وحتى في توفير الطاقة، ان احنا نصمم المجاورات بتاعتنا او المناطق السكنية بتاعتنا العمرانية دي ميكسد يوز، يعني متعددة الاستخدام. مش هعمل منطقة تجارية واقفلها، واعمل منطقة سكنية واقفلها، واعمل ربط ما بينهم، واعمل بقى قصة هربط ما بينهم ازاي. لا، انا هعمل ميكسد يوز، يعني المدينة السكنية دي هي فيها أجزاء تجارية وأجزاء إدارية وأجزاء خدمية وهكذا. تمام. وكلها مختلطة ببعض، موزعة بدراسة أنا بدرسها كمخطط عمراني عشان أحقق تجانس وعدالة معينة في توزيع. وهي دي شطارتي بقى، أن أنا كمخطط عمراني إزاي أوزعها جوه المخطط بتاعي وحافظ على العدالة دي، بيبقاش فيه جزء عند متوفر ليه خدمات وجزء تاني محروم ومش واصل له الخدمات دي. اعمل ميكسد هاوسينج، انا مش هخليهم كلهم اسكان محدود الدخل او كلهم اسكان متميز، لا، انا عايز اعمل دايفيرسيتي، انا عايز اعمل تنوع في انواع السكان وفئاتهم وطبقاتهم في نفس المنطقة، عشان انا انوع الطلب على الخدمات وانوع الطلب على الخدمات وانواع الحاجات اللي انا هوفرها للمجتمع ده. مش هخلي نفس الفكره بالظبط، فكره العداله المجتمعيه. طيب ده دوره هيخلينا هنصنع عمران جيد وعماره جيده، لان هم في الاخر هيبقوا مهتمين اكتر بان احنا نهتم بيه موضوع خفض الطاقة، وان انا احسن الاداء بتاعي، وان انا احسن اداء الناس دي كلها سواء جوه البيت او بره البيت، او جوه الشغل بتاعهم او بره الشغل بتاعهم، ان انا بحاول اعمل لهم مجتمع بيستخدم طاقة اقل، بس بيعمل اكتيفيتيز، بيتعرض للشمس،
بيمارس حياة طبيعية جدا وهكذا. طبعا أنا عايزة أعمل حاجة تانية كمان لقيناها benefits في موضوع حفظ الطاقة ده، إن أنا عايز أزود الكثافة في السكنية في المنطقة. إحنا لقينا في دراسات اتكلمت في إنه عشان تظبط تقلل استهلاك الطاقة إنك تعلي الكثافة السكنية، وتعلي الكثافة السكنية رأسية مش أفقية، فإنك تقلل حجم الجزء المشغول من الأرض، بالتالي مش هتحفر نسب كبيرة فهتلوث كمية كبيرة من الأرض، بالتالي مش هتبهدل كمية، العكس هتبقى مثلا قطعة الأرض، قطعة الأرض اللي عندك تقدر تشتغل مثلا على 30% منها أو 50% منها. أنظمة زي الليد والبريم وغيره بيدوك كريدت وبوينتس، بيكافئوك على إنك ما استخدمتش الأرض كلها، العكس أنت بنيت على جزء منها وسبت الجزء التاني ده مساحة فاضية open area، بيبقى فيها مشاركة مجتمعية، بيحصل فيها ايفنتس، بيحصل فيها أي حاجة، بيكافئوك على حاجة زي كده، إن أنت استخدمت جزء من الأرض ما بنيتش على الأرض كلها. دي حاجة إحنا محتاجينها دلوقتي، محتاجين العمران بتاعنا يبقى فيه مكان يتنفس، محتاجين الباترن بتاعنا يبقى فيها مسافات، فيها مبقاش الدنيا متلاصقة جدا كده زي ما احنا بنشوف. طبعا عايزين جرين ترانسبورتيشن، عايزين وسائل تنقل مستدامة بتستخدم حاجات تانية غير الكربون، غير البنزين، بتستخدم كهرباء، بتستخدم أي بدائل أخرى، بايو ديزل أو أي حاجة تانية. sustainability اللي هي الاستدامة، وطبعا مهتمين بمعاني الاستدامة وموضوع الحاجة انها يبقى ليها لايف سايكل اطول، مش بصمم على لونج، يعني بصمم حاجة على لونج ران مش على حاجة كفاءتها سنة او سنتين او 5 سنين. كل الكلام ده هيخلينا هنصمم مجاورات سكنية مستدامة وبتحقق كواليتي اوف لايف اعلى بكتير من اللي احنا من التراديشنال ديزاين اللي احنا بنتكلم فيه. طيب دي شوية حاجات أنا استخدمتها ك يعني إنديكيتور للمنهجية أو الطريقة اللي أنا حطيتها كشروط علشان أصمم بيها أو أصمم أو أستخدم بيها الألجوريزمس في الديزاين. في دراسة كانت بتقول يعني عايزة تعمل مقارنة كده بين استهلاك الطاقة لثلاث أنواع من البيلدينج تايبس او يعني من اشكال المباني. اول حاجه بيقيس استهلاك الطاقه على مستوى لما كان الديزاين اللي موجود ده كان شقه سنجل يونت مثلا، بيت واحد، او الحل الثاني ان هو قاس استهلاك الطاقه لما كانوا مبنيين ملتصقين في بعض attached units. ثالث حاجه اللي هو عملت زي بيت كده وفي كذا دور مالتي ستوريز، في كذا دور في بعض مثلا 5 ادوار او 7 ادوار وهكذا في نفس المبنى. تمام، حاول يقيس استهلاك الطاقة بتاعتهم كلهم ووزناهم، قسمنا استهلاك المباني دي كلها على المتر المربع، فلقينا انه المباني كل ما يزيد كثافتها، يعني مالتي ستوريز ده هنلاقيه اقل واحد فيهم، هتلاقوه كده تحت اللي هو 119 118 90 وهكذا، لقينا ان استهلاك الطاقة بيقل كل ما انا اعمل مباني مع بعضها، بعلي كثافتها مبنية فوق بعض، لان ده بيقلل موضوع الكوندكتيفيتي او التوصيل الحراري ما بين بره وجوه، وبيحاول يخلي زي حاجة كده ما بينهم وبعض في مايكرو كلايمت تاني داخلي جوه، بيحافظ على يعني بيعتبر كأن احنا بنعمل مثلا بدل ما انا عملت مبنى واحد فالمبنى الواحد ده سقفه معرض لأحمال حرارية كبيرة، لا انا عملت كذا دور وكل دور ما بينهم ودور حام الدور يعني حام الدور اللي بعده، مبقاش قدامي السقف واحد بس هو اللي انا هحميه. كمية الطاقة اللي بتنزل موزعة على 5 مباني 5 ادوار مثلا فمختلفة جدا عما انا بوزعها على مبنى واحد.
الطاقة اللي أنا هتستخدم في التبريد والتكييف هتبقى أقل، لأنها بتستخدم على 5 مباني مش بتستخدم على مبنى واحد، لأن الأحمال الحرارية النازلة دي اتوزعت بصورة أو بأخرى. الإضاءة مختلفة، اللي شغال لوحده ده هو تحت كمية الإضاءة اللي هتجيله هتبقى قليلة، لما أنا وزعت وتحت فيه هيبقى أقل في حاجات، هيبقى أقل في الإضاءة بس أحسن في التبريد والتكييف، هتبقى أحمال أقل. لكن لما بطلع فوق بطلع أدوار تانية ألاقي إن الإضاءة أعلى عندي بس الأحمال التبريد، يعني أنا هوفر شوية في الفلوس اللي هدفعها في الإضاءة بس الأحمال التبريد والتكييف عندي هتعلى سنة، وهكذا. يعني الموضوع متوازن أو يعني متعادل شوية من دول لآخر. فده أول حاجة، إن إحنا هنعلي الدنستي بتاعة المباني، وده هيساهم بدور إن إحنا هنوفر استهلاك الطاقة. تمام. مش في ده نفس القصة بالظبط، كان في علاقة تانية بتدرس الترانسبورتيشن بيلدينج دنستي، علاقة كثافة المباني باستهلاك الطاقة في المواصلات، ولينا برضو نفس الكلام، يعني نفس العلاقة بتاعت ان احنا كل ما نزود الكثافة السكنية كل ما الناس يقل طلبها، او يعني معدل لما نيجي نمطر كده الاستهلاك بتاعها يبقى اقل، فلقينا نفس العلاقة بالظبط، كل ما الكثافة السكنية بتزيد كل ما يقل استهلاكهم للطاقة، لان المسافات ما بينهم بتتقارب وسهل جدا يوصلوا خدمات. ممكن يبقوا منهم ترانسبورتيشن مودز مشتركة مثلا، بدل ما هو بيضطر يروح لوحده بوسيلة مواصلات واحدة، أصبح إن أنا ممكن أعمل شيرينج، أو يعني نوع حاجة زي مثلا الخدمات اللي هي بيبقى إن أنا بروح بباص، أو حاجة مشتركة بيني وبين المجتمع اللي أنا فيه. فده برضو أحد الوسائل اللي بتخليني من المجتمعات اللي هي الكثافة السكنية بتاعتها أعلى. تمام. يبقى ده احد برضو الاهداف، ان انا بقول يا جماعه لو انا عليت الكثافه السكنيه بغض النظر كمان عن موضوع العائد الاقتصادي بتاعها، هي ليها عائد اجتماعي عائد بيئي زي ما انا اتكلمت كده. طيب حاجه تانية، مارشال عمل لنا دراسه كده كنت محتاجه اخد منها العلاقه بتاعه ازاي اظبط تخطيط الشبكه بحيث ان انا اضمن بيه الامان بتاع الشبكه، و شوية كنترولرز كده تانية لها علاقة بالكونكتيفيتي، وزي ما احنا قلنا السهولة والاتصالية والمرونة، يعني شوية معايير كده في تصميم الشبكة نفسها، لأن احنا قلنا ان احنا لو صممنا الشبكة صح الباقي كله هيبقى مظبوط. فكان محتاج ان انا احط شوية فاكتورز انا جبتها من مارشال، الدراسة بتاعته اللي عملها في 2009، ويقيم كذا مدينة قائمة ويقاس نسب التقاطعات لطول الشارع ونسبة الحوادث اللي بتحصل فيه. يعني طلع بتقريب، يعني هتلاقي هنا مثلا ratio of intersection to street lengths، يعني نسبة عدد التقاطعات لطول الطريق، بيلون مثلا بالأخضر كل دول الأخضر مثلا density of intersection، كل نسبة التقاطعات دي هي هنا مثلا نسبة كثافة التقاطعات، نفس الكلام هتلاقي تقريبا يعني نفس النسبة بالظبط، قريبة يعني كلر كود تقريبا قريب من بعضه. لقينا انه كل ما التقاطعات بتزيد كل ما هو لقى ان التقاطعات هنا كل ما بيزودها بنسب معينة بمعايير تانية ليها علاقة بالاتصالية وكده، بتخلي ان في امان اكتر للشبكة ونسبة الحوادث بتقل. وخلى هنا اهو مور سيف، هتلاقي هنا مثلا الوان معينة، هنا مثلا درجات معينة مختلفة، هنا نفس الكلام، هتلاقي هنا مور سيف او ليس سيف، نفس المدينة. تمام. طيب نخش بقى على الجزء التاني، يعني احنا كده وصلنا ان احنا اهدافنا ايه من فكرة التصميم المستدام. طيب انا كمصمم عمراني عايز اترجم كل ده في التخطيط بتاعي، فكان صعب جدا ان انا اعمله او اشتغل عليه بالطريقة العادية، فبقينا محتاجين ان احنا نستخدم التكنولوجيا اللي احنا فيها ونبرمج هي فكرة التصميم البرامتري والالجوريزمز. نخش في الجزء التاني، التصميم باستخدام
الخوارزميات الجينية. الخوارزميات الحقيقة هي أنواعها كتيرة جدا، ومنها اللي مبني على أسس طبيعية، ومنها اللي مبني على أسس رياضية، ومنها اللي احنا لسه يعني بنستكشفه، ولسه بنحاول نطور فيه وبنحاول نوجد له مسميات. الخوارزم هو ليه بدأ فكرته من ان احنا بنعمل حاجة سيكوينسد، حاجة ليها ترتيب، والترتيب ده مبني على بعضه بيطلع لنا في الاخر منتج معين. الخوارزم ده حاجة أسسها الألجوريزم، يعني بالإنجليزي ألجوريزم، أسسها حد من علمائنا المسلمين اسمهم هو محمد بن خوارزم، فده من الأندلس، حاجة يعني من تراثنا. فده يعني رغم إن هو أساسه عربي، إلا إن إحنا يعني للأسف مش مهتمين أوي بالموضوع ده، مش كتير مننا مهتم بيه، رغم ان هو حاليا وما زال يعني الموضوع ده بيحل مشاكل كتيرة جدا، واصبح دخل اهتمت بيه برامج كتيرة جدا، بدأ يبقى في كمية اهتمام بفكرة ان انا اعمل بارامترك لكل حاجة في الديزاين، لان احنا بدأنا نفهم ان انا لو غيرت في خطوة من الخطوات اللي بتطلع المنتج دي هتفرق معايا. دايما كان في مثال سهل، اللي هو كوباية الشاي، بنضربه في المثال ده، اللي هو لو انا عايزة اجيب اعمل كوباية شاي بعمل ايه؟ بجيب تي باج، بجيب يعني فتلة شاي او شاي يعني، ومعايا مية سخنة، وبعد كده بحط سكر مثلا، مش بحط، ماشي. فالاتنين دول لما اعمل لهم ميكسينج مع بعضهم بيطلعوا كوباية الشاي. لو انا غيرت الباكت بتاع الشاي ده او غيرت التي باج دي، هيطلع لي حاجة تانية غير الشاي. لو انا حطيت مثلا ينسون، فهيطلع في الاخر ينسون، مش هيطلع لي شاي. لو انا اخليت او غيرت معطى من المعطيات دي، وانا بدلت المية حطيت لبن مثلا، فبقى اصبح شاي بلبن، مطلعش شاي اصلا، يطلع حاجة تانية، فهكذا. يعني انا لو خليت غيرت مدخل من المدخلات للعملية دي، بيغير الاوتبوت او المنتج النهائي بتاعه. ومثال يعني سخيف قوي او ظريف قوي او خفيف قوي، بس احنا بنحاول يعني ايه نخليها كيب سيمبل كده عشان يبقى مثال ايه سهل انكم تفتكروه يعني. بالتالي انا تخيل بقى ان انا محتاج اعمل احدد ايه المعطيات اللي انا هفيد بيها واعمل لهم ميكسينج عشان اطلع مخطط مستدام عمراني. طيب يمكن اولى المحاولات اللي احنا شفناها، ويمكن بعضكم يمكن شافها، المحاولة اللي عملتها زاه حديد في 2006، هي ما كانتش هدفها موضوع بقى التصميم المستدام، هي كان هدفها ان هي عايزة توصل لأربن فابريك، نسيج عمراني بشكل مختلف بمود مختلف، معتمدة على حاجات تانية، ممكن نقول طبيعية أكتر، معتمدة على حاجة جيومتريكس معروفة يعني رياضيا اسمها، اعملها يعني أو وصل لها يعني. انتوا قريتوا في لينك هنا ممكن تفتحوه، هبعته لكم في الشات، تقروا أكتر التفصيلة بتاعتها يعني. هي عملت تقسيمة، عملت هي دي ده كده نسيج قائم، هم اقترح طلبوا منها تقترح او تعمل مدينة هنا في النص في الفراغ الابيض ده، فهي صممت الشبكة وطلعت تخطيط بالمنظر ده للمدينة دي. وطبعا احنا كان نفسي يعني انا كان نفسي اقول لكم ان هي حطت معايير تقييم زي اللي احنا بنتكلم فيها علاقة تصميم عمرانية، لكن هي اهتمت بالتشكيل اكتر، فكل ده كان نتاج تشكيل العلاقة بتاعت ارتفاعات المباني مرتبطة بعلاقات معينة ليها علاقة بالكيرفيتشر بتاعت الطريق اللي قدامها، يعني بتاعت الخط نفسه، الخطوط اللي طلعت دي كل درجات كيرفيتشرز معينة بتعمل لها هايتس، بتأثر على نسبة الهايتس. اوكي، في ريليشن، والريليشن دي ممكن نسميها رياضية. وطلعت تشكيل منسجم
بس اللي احنا بنتكلم فيه ما هو اكثر من ذلك. احنا عايزين نخلي المدينة دي عليها شروط وتساعد المصمم العمراني ان هو يوصل لتصميم مستدام اكثر استدامة، يعني سواء بيأثر على المباني وعلى المجتمع ككل. ده اللينك اللي انا بكلمكم عليه، بحطه لكم في الشات بوكس لما نخلص. بس لو انتوا عايزين تقروا اكتر هي وصلت ازاي للتشكيل ده. بس ده كانت المحاولة الاولى اللي لفتت نظرنا تجاه انه احنا نقدر نوصل بتشكيل عمراني شكله ظريف وحلو، وممكن نحط بقى عليه احنا التاتش بتاعتنا، نحط عليه الشروط بتاعتنا، ونغير الاهداف بتاعتنا حسب كل مصمم واهدافه. تمام. الحيرة اللي بتحصل لنا دايما في التصميم هي ان انا عندي قطعة الارض دي يا ترى اصممها بالشبكة دي ولا بالشبكة دي ولا بالشبكة دي ولا دي. في احتمالات كتير جدا لتخطيط نفس المنطقة بالظبط، احتمالات كتيرة جدا. كل ما غير الشروط، كل ما غير المدخلات كأي تصميم بارامتري اقدر اغير شكل الشبكة. حتى في الواقع بغض النظر عن البارامتري، انا عندي كذا شبكة وممكن اتبنى كذا يعني كذا اختيار فيهم. فده حيرة لوحدها. الحيرة التانية، طب انا وصلت الباترن معينة على مستوى المنطقة العمرانية دي، طب انا لو خدت بلوك بقى عايزة اقسمه مباني، طب يا ترى ده احسن ولا ده احسن ولا ده احسن، وطب ارتفاعات المباني هنا ولا كده، ولا ده احسن ولا ده احسن ولا ده احسن. اصبحنا في حيرة ايهما افضل. طب ولو انا عملت ده هنا، طب هطبق الباقيين نفس الشكل، طب هوزعهم بناء على ايه؟ طب هنا افضل في الشمال ولا هنا في الجنوب؟ طب هل المبنى القريب يعني العالي جنب الواطي، ولا اقسم كده احسن، اقسمهم نصين؟ طب نسبة الفتحة هنا تبقى في النص افضل، ولا خليها كده، ولا خلي ده ازاي، وهكذا. اصبح عندي كمية بارامترز كتيرة قوي، كمية احتمالات كتيرة قوي. نفس المربع السكني او نفس البلوك السكني، نفس المنطقة السكنية، نفس المجاورة العمرانية اللي انا بخططها، نفس المدينة، مش قادر اخطط بالظبط، مش قادر اوصل لحل. عايز حاجة اسهل من كده شوية، حاجة تفلتر لي او تعمل فلتر مثلا. عايزة فلتر بقى، يعني انا عندي شوية كتير قوي احتمالات بس انا مش عارف اختار. ممكن تكون شايف من الصورة دي ان الاحتمالات قدامك ان هاند، يعني تقدر تسيطر عليها لان هي معدودة فعليا في الواقع. وانت بتشتغل على البرامج والتولز اللي احنا بنشتغل عليها بيطلع لك الاف من الحلول، الاف المؤلفة فعلا يعني. فانت فعلا بتحتار وبتبقى مش قادر تسيطر حرفيا على يعني النتيجة بالظبط فين. فمن هنا جه اهمية فكرة ربط الجيناتيك الجوريزمز أو اللي هي الخوارزميات الجينية بالتصميم العمراني، وإن هي تبقى أداة متكاملة مع التصميم بتاعي، وإن أنا لازم أحطها وأربطها بعد ما أحط الرولز والبارامترز بتاعتي بالتصميم بتاعي، عشان أنا أقدر حتى أعرف أنا فين رايح لفين، فين الحل بتاعي ده ماشي في اتجاه صح فعلا ولا رايح في اتجاه تاني انا محتاج اغير فيه حاجة عشان يوصل للاتجاه اللي انا عايزه. ده برضو مثال تاني. واحد عمل اوبتمايزيشن لمنطقة كده سكنية، قاعد يغير في ارتفاعات المباني وتوزيعها ومسطحها وكذا. طبعا هو قاس تقريبا 600 سيناريو بس، يعني عمل 600 كيس فقط. برضو هو ما قدرش، مش هنقدر نترجمهم ولا نقدر نختار غير لما نحطهم على تشارت في الاخر. فده كده يعتبر يعني هو عمل اوبتمايزيشن بطريقه معينه عشان يوصل. طبعا هنلاقي هنا ده كده ده اكتر حل، عمل ماكسيمم راديشن، وده اوبتيمم كيس اللي هو عايزه، ده اللي اقترح اللي هو مينيمم ان هو يعلي حاجات تبقى عاليه وحاجات تبقى واطيه وهكذا. حسب ايه وكده بيقيم الراديشن على الفساد يعني على الواجهات، وده الراديشن على الروف على السقف، وهنحاول نوصل لحاجه ما بينهم. طبعا انا مش هقدر اوصل غير لما انا اقيس كل الكيسز دي وبسيكونس معينه وابدل
احتمالية ده مع ده، عندي كذا متغيرات، هغير ارتفاع المباني، هغير مسافات ما بين المباني، هغير هعمل فتح كورت مثلا في المبنى، او يعني في منور في المبنى او لا، في شوارع في المباني بين المباني وما بعضها، طب اقل عرض للشارع هيبقى كام، اكبر عرض هيبقى كام. هو هنا ما لعبش في التوجيه، لكن لو تخيل لو التوجيه او يعني توجيه المباني دي كلها بارامتر معاك، فهظبطهم على 30، 30 و3 من 10، 30 ونص، 3، 35، 40، 50، انا عماله الف بقى مش عارف انه زاويه بالظبط لو وجهت فيها المكعبات يعني البلوكات السكنيه دي هيبقى اقل استهلاك للطاقه. انا كل ما تقعد تفكر هتلاقي نفسك بتخش في احتماليات اعلى بكتير. وطب هل انه انسب ارتفاع مع انسب فوت برينت، يعني هبقى في كورت وسن ولا لا، مع انسب توجيه، مع انسب، يعني هتلاقي في كميه متغيرات انت محتاج تظبطها كمان مع بعضها. يعني انا ممكن اظبطها لوحدها وارجع اظبطها تاني لوحدها، يعني مع بعضها، خلاص دي مشكله كبيره. فدخلنا بقى في فكره الاوبتمايزيشن، احنا ليه بنقول اسمها خوارزميات جينيه؟ الخوارزميات الجينيه دي هي بالعربي كده اسمها الخوارزميات التطوريه، يعني مبنية على فكرة مبدأ اللي أنا بشرحها دي، هي بتتم بطريقين، واحدة اسمها اللي هي الخوارزميات التطورية، والتانية اللي هي الأنالينج ميثود. دي اللي أنا هشرحها دلوقتي اللي هي الخوارزميات التطورية، اللي هي التشارت اللي قدامكم ده، دي مبنية على ما هو المبدأ الدارويني بتاع البقاء للأقوى والأفضل والكلام ده. يعني اللي يحمل الصفات الجيدة والمثالية هو اللي هيعيش، واللي مش هيحمل الصفات الجيدة مش هيقدر يستحمل يعيش وهيموت. بالتالي احنا صممنا الرولز بتاعت يعني اللي هو الاوبتمايزيشن ده، بحيث انه كل ما الحالة الدراسية دي يبقى فيها صفات مش هي نفس الانديكيتورز اللي انا عايزاها، هتقل يعني هتنزل وهتموت، وهيبقى في صفة تانية أو في احتمال تاني، حالة تانية بيس، دراسة تانية، حالة دراسية تانية تحمل خصائص أفضل، هي اللي هتعيش وهي اللي هتكمل معايا، وأفضل أطور فيها، أطور فيه إيه سفيرات، نوصل لحالات زي فكرة التشارت اللي فات ده. تمام. السيكونس بقى اللي بيتست بيه البتاع ده بيعمل إيه؟ بياخد، أنت بتديله مثلاً ارتفاعات المباني مثلا، وبتديله ابعاد مثلا مسطحات الفوت برينت مثلا، بتديله مثلا لو في كورت مثلا ولا لا، بتديله شويه متغيرات بتاعتك دي، بتحاول تربطها بقيم تبدا مثلا من رقم لرقم تاني. هو بيتست عشوائيه، بيختار كده راندوملي، يقوم رامي الاحتمالات بتاعته. هنعتبر ان الاريا دي هي منطقه الاحتمالات بتاعتي، بقوم رامي كل الاحتمالات بتاعتي دي. رميها يعني رميها كده، بيعمل سيلكتنج ليها راندوم، اقل قيمه اعلى قيمه، اقل قيمه اعلى قيمه، وهكذا. في الاول بيبقى الموضوع متخبط جدا، وكل ما تزيد الاحتمالات كل ما العمليه دي تاخد وقت اطول. شويه شويه هنبدا يبدا ده كده حاله من ده كده في الحاله المرحله الاولانيه، هو ضايع تماما لسه مش عارف فين هي التارجت بتاعه اللي هو عايزه. بيبدا بعد كده مثلا لو ده اختبار على، اقول له مثلا اديني اختبار على اعلى قمم فينها فين، فبيقوم رامي الاحتمالات بتاعته ويحاول يتست يتست يتست، يبدا يحسن من اختياراته لغايه ما يوصل يلاقي ان اعلى ارقام بتقرا هنا، فيبدا يفهم انه هنا دي اعلى قمم عندي، وهي دي فعلا الحتت اللي هي فيها ماكسيمم زد يعني مثلا، او ماكسيمم زي، هي اللي فيها اعلى ارتفاع. بالتالي انا كده هو بس هياخد ده وقت طويل. طيب هل هو اختبر كل البارامترز اللي انا دخلتها له؟ لا. هل هو اختبر كل البارامترز اللي انا دخلتها له؟ لا، لان هو بيختار عشوائيه، بيختار هجيب ايه مع بي، هجيب ايه مع سي، هجيب يعني هاخد الجين ده مع الجين ده، هاخد المبنى اللي كان طوله 6 متر مع الشارع اللي طوله مش عارفه 4 متر، يعني هل الكيس اللي بعدها هل كانت 6 و4 مثلا ومعاه متغير تالت؟ لا، يعني هو مش الطريقه، بيختار عشوائيا كده من الصغير، صغير كبير، صغير كبير، صغير كبير، وهكذا راندوم تماما.
ودي يعني يمكن هي بتبقى ميزه في الاول لما بيكون عندك كميه احتمالات كبيره جدا. خلي بالك لما انا بكون يعني في البحث العلمي، انا بيبقى مطلوب مني ان انا احاول اقيس كل الاحتمالات الممكنه عشان اثبت العلاقه ما بين اللي انا يعني اثبت العلاقه ما بين متغيرين عندي. هقول مثلا ان انا عايز اقول ان عرض الشارع ليه علاقه مثلا باستهلاك الطاقه، باستهلاك الاضاءه مثلا بتاعه المباني مثلا، عايز اثبت العلاقه دي. فانا عندي متغير اللي هو عرض الشارع، ومثلا هحاول اقيس عرض الشارع اغيره واقيس استهلاك الطاقه يعني في الاضاءه داخل المباني المطله على الشارع ده. فكل ما اغير الشارع هقيس، كل ما اغير الشارع هقيس، اخلي 4 اقيس، 5 اقيس، 6 اقيس، وهكذا، 4.5، 5.5، 6.5، وهكذا. فالمفروض ان انا بقيس المتغيرات دي بدقه. فكرة ان انا يعني ما بعمل التيست ده بيبقى راندملي تماما، بيوقع احتماليات قد تكون جيدة، لكن انا ممكن استخدمه بصورة مبدئية في الاول علشان اعمل حصر شوية لفكرة النتائج اللي هتطلع لي، وان انا اقلل عددها بحيث ان انا لما يكون بقى، انا كده كنت بكلمكم على مثال واحد، لما انا عندي بقى كذا متغير، متغيرات كتير جدا 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 وباسمهم في نفس الوقت، فكمية الاحتماليات لو انا بقول مثلا اكس مع اكس مع واي، فكمية الاحتمالات اللي هتطلع هي اكس اس واي. فده معناه يعني رقم كبير جدا. كل ما تكبر كل ده كده لو علاقة بين اكس وواي بس. طب انا وانا الكيس بتاعتي كمخطط عمراني عندي متغيرات كتير جدا زي ما احنا اتكلمنا، عندي اكس وواي وزي واي واف وجي، عندي متغيرات كتير جدا. فده معناه ان انا كمية احتمالات الكيسز اللي انا وارد جدا تكون يعني بيس كيس او كيس يعني حلوه اوبتيمم، او ان انا احسن من الحاله اللي انا بالتصميم العادي ممكن اوصل لها، وارده ان هي تكون موجوده في الاحتمالات دي، انا مش عارف احصرها، بس ممكن استخدم الطريقه دي عشان احصر بس، اضيق نطاق ايه الاحتمالات اللي انا محتاجاها. الحاله الثانيه بقى، ودي حاجه انا بحبها قوي بس هي صعبه قوي تتعمل في الاول خالص، يعني هتاخد وقت اطول. لو انا عملت الاول دي، انا بحب يعني بحب دايما ان انا انتجريت الحلول، ما بحبش يعني استخدم حل وحيد، يعني ممكن استخدم الميزه من ده واستخدم الميزه من دي واستخدمهم مع بعض. يعني هعمل الاول التست على ده، بعد كده ارجع من تيست على دي، على الانالينج ميثود. الانالينج ميثود دي بتستخدم، فكرتها جت من فكره، هي يعني فكره هندسيه بقى، ده بقى فكره هندسي خالص، ده كان مبني على الحاجه الطبيعيه والتطور الطبيعي والجينات والحاجات دي كلها. لا، ده مبني على حاجه هندسيه تماما، حاجه فيزيائيه اكتر، موضوع الانصهار الحديد، افتكر مش فاكر الماده اللي كانوا بيتستوا عليها ايه، اعتقد حديد. فكرة انه الحديد ده مثلا، اعتقد ان هو الحديد، يعني الحديد مثلا دي درجة في الحالة العادية، حالة مثلا درجة حرارة الأوضة مثلا 23 درجة، لا، فأنا هعمله انصهار، هسخنه لدرجة ان هو يسيح. طيب بعد ما يسيح هيوصل لدرجات حرارة عالية جدا، بعد ما يسيح هو كده تحول من صورة لصورة تانية، تمام، ارجع اجمده عشان اشكله، بس انا مش عايزه اجمده لدرجه ان هو يبقى صلب خالص، ده انا عايزه اجمده لدرجه ينفع قابل للتشكيل، يعني قابل ان انا اطوعه لدرجه في النص. فانا هنقله من الحاله دي للحاله اللي هي درجه حرارتها عاليه جدا، بعد كده ابرده شويه فهخليه قابل، يعني رقم 3 كده، قابل للتطويع شويه، ان انا ايه اشكله واسيبه تاني يبرد، يبقى 4، ممكن اسخنه تاني عشان بس اغير حته فيه، وهكذا. فالميكانيزم ده بتاع جه من فكره ان انا اجيب ماده اسيحها شويه، عايزه اشكلها فبسيح حته شويه كده، ارجع اشكلها تاني، وارجع اسيح حته تاني، وارجع اسيبها تبرد تاني، وهكذا. خلينا بنتكلم مش في الحلول، المينيمم والماكسيمم، هتلاقي هنا دايما مينيمم وماكسيمم، هنا لا، هو بيحاول يجيب مينيمم وماكسيم وان بتوين، وان بتوين كتير قوي. فاعتقد انه يعني في وجهه نظري هو سد الجاب اللي في النص اللي ما بين الاوبتمايزيشن بالطريقه دي والاوبتمايزيشن بالطريقه الثانيه.
لما بتتعامل مع احتمالات كتير جدا ده هياخد وقت طويل قوي عشان يوصل للنتيجة اللي انت او يقرب من النتيجة اللي هي اوكي يعني ممكن تبقى تمام. لكن لو انت عملت ده الاول بعد كده عملت ده هتلاقي الاحتماليات وصلت بسرعة لحاجات ارقامها حلوة جدا وبتخفض او يعني فرقها كبير قوي عن الحالة اللي انت بتقيس بيها. تمام، نرجع بقى للكيس اللي احنا طبقنا عليها الفكرة دي. طيب عندنا الانبوتس بتاعتنا، الارض اللاند يوز بتاعتنا، عدد المباني، عندنا بيلدينج فلورز، عدد الادوار بتاع المباني، عندنا نسبة الخدمات، عندنا اعداد معينة من الخدمات محتاجين نحققها، محتاجين مثلا نتحكم في الفينشنج كمان ماتيريال بتاعت الطرق بتاعت المباني بتاعت، عندنا حاجات هتبقى لاندسكيب، عندنا حاجات هتبقى ايه تاني، حاجات مثلا هتبقى ماتيريال بتاعتها فاتحه شويه، حاجات تانية هخليها غامقه عشان بسبب نوع الماتيريال مثلا زي الطرق او كده. طيب محتاج ان انا اعمل كذا بروسيس في نفس الوقت، ودي مشكله تانية ان انا دي برضو احد يعني احد المشاكل اللي بتخليني استخدم فكره البارامتريك والالجوريزمز، ان انا محتاج ابني الجوريزم سيكوينشال اقدر ابني فيها كذا بروسيس في نفس الوقت، حاجه بتصمم للشبكه وحاجه بصمم بيها بتقيم لي المترك يعني الميجرمنتس، بتقيم لي الميجرمنتس بتاعت الشبكه نفسها، وحاجه بتغير العروض بناء على الميجرمنتس دي عشان لو طلع الشارع مش امان مثلا او مش متوافق او يعني مش كونكتيفيتي بتاعته كويسه فيضطر يعدلها. الحاجه الثالثه الرابعه مثلا ان انا عايزه اقيس الاحمال الحراريه على الشبكه. ليه؟ انا عايزه احسن المشي، عايز اخلي المشاة وهو ماشي ميبقاش عليه احمال حرارية، عايز اخلي المبنى نفسه اللي هيتأثر توجيهه بتوجيه الشارع عليه احمال اقل، فانا محتاج ادرس الاحمال الشمسية على الطريق عشان المشاة وعلى المبنى، بالتالي ان انا هقدر اتغير هضطر اغير الاورينتيشن بتاع الشارع، اخلي الاورينتيشن عندي بارامتر بقيسه واقيس بناء عليه الاحمال الحرارية اللي هتتغير. الارتفاعات بتاعت المباني هتأثر كمان في الأحمال الشمسية اللي هتيجي، فالحاجات دي كلها هتأثر، توزيعة المباني الباترن اللي بتتشكل دي كلها بتفرق. طيب المسافة بين مباني الخدمة والمباني السكنية ده عامل اجتماعي، ده عامل اجتماعي لأن مسافة السير للخدمة ومسافة توفر خدمة معينة ده عدالة اجتماعية، فأنا بالطريقة دي أنا حاولت أشكل عنصر اقتصادي اللي هو ان انا اخلي الشبكه امنه وسهله الوصول وبتحقق مرونه واتصاليه اعلى، خليت انه الاحمال الحراريه على الشبكه وعلى المباني اقل، بالتالي في استهلاك طاقه اقل، في راحه حراريه اكتر، يعني في احتماليه ان انا احقق راحه حراريه بطريقه اسهل كمان، هشجع المشي بطريقه ان انا نفس ان انا قللت الاحمال وخليت الشبكات كمان مصممة كويسة، وان انا اخلي مسافة السير للخدمة قليلة مش هخلي مسافة السير للخدمة بعيد. تمام، بالتالي اقدر احتاج اقرا بقى كمان الاوتبوتس بتاعتي دي عشان انا اقدر اقيم الحل اللي انا وصلت له ده عن الحالة الدراسة الاصلية اللي انا بقترح لها واللي انا بدعي ان الطريقة دي بتحسن فعلا او بتطلع مجتمع فعلا مستدام او يمكن نقول اكثر استدامة من الحالة اللي احنا بنتكلم فيها. تمام، دي كانت المرحلة الاولى واستخدمت فيها بلوجن اسمه Decoding Space، هو كان وقتها لسه يعني ما كانش اصلا نزل على الجراسوبر، بس هو حاليا موجود في فود فور راينو وليه صفات كتيرة جدا ونزلوا يعني كل ما بيطوروا الاناليسيس بتاعتهم اللي هتلاقوا في تولز فيه ليها علاقة بالكونكتيفيتي والكلوزنس وموضوع اللي احنا كنا بنتكلم فيه بتاع الامان واتصالية الشبكات ده، والإكويشن اللي بيقيس بيها وبيقيم بيها الشبكة بيزد على الدراسات بتاعت مارشال، فهي هو بلوجن مبني على دراسة علمية مش مجرد حاجة جيومترية فقط. تاني حاجة عشان أحسب الأحمال الشمسية وغير ارتفاعات المباني وأقيس الأحمال وغير التوجيه وهكذا استخدمت ديفا.
ودي بقى اعتقد برضو مشهور في الموضوع ده، ممكن تعرفوه يعني، اعتقد ممكن يكون اغلبكم تعرفوا. هو بيتبنى كذا equation calculator يعني، بيبقى فيه radians، وradians ده يعتبر من اكبر واشهر واكتر الحاجات اللي validate في موضوع ال اسمه ايه daylighting، او اللي هو الضوء الطبيعي يعني، ومحاكاة الشمس والضوء والاضاءة والكلام ده. وديسم، وبيستخدم انرجي بلس، والانرجي بلس ده برضو احد الحاجات المعروفة جدا والمشهورة جدا، واللي هي فيريفايد من أشري اللي هي المؤسسة بتاعت التكييف والتبريد. دي برضو اللي احنا دي مرجعيتنا في الحسابات الفيزيائية عامة بتاعت المبنى، الفيزيكال بيلدينج كله والبيلدينج ساينس كله بيرجع لهم يعني في الموضوع ده. فهي فاليد من الحاجات دي، من الجهتين دول. اللي طور البلاجن ده كمان اسمه كريستوفر رينهارت، وهو ده اللي نفسه اللي طور راديانس، وهو يعتبر من أكبر الأساتذة عندنا في مجال الدي لايتنج في العالم يعني. هو دكتور في جامعة MIT. الطريقة التانية، تالت حاجة بقى، تالت ستيب، إن أنا حاولت أتحكم في توزيع المباني، وإن أنا أسلكت المباني وأقيس مسافة بعد المبنى اللي أنا هختاره ده بالمبنى التاني السكني، علشان بعد كده كل ما النتائج بتاعتهم تطلع بعيدة، كل ما هو غير الاختيار بتاعه ويغير مكان المبنى ده فين، وهكذا لغاية ما يوصل لمسافة بتقرأ يعني ما يوصل لاختيارات مباني بتقرأ مسافات قليلة. تمام. طيب شوية بقى رياضة كده في الآخر. حط شروط، عايزة أحط شروط، عايزة أعبر إن ده لو إن هي زادت عن كذا هتبقى وحشة، فعايزة أخليها تساوي صفر. مثلا لو هي بعمل حاجة ماكسيمم يعني، عايزة النتيجة تبقى مثلا بعمل رن على عايزه اجيب ارقام كبيره، فعايزه اخليها تجيب واحد، فالاجابه الوحشه اخليها صفر والاجابه الحلوه اخليها واحد، وهكذا. تبدا بقى تلعب شويه يعني، شويه كونديشنز كده عشان تفلتر النتائج اللي بتطلع لك، عشان تظبطها وتقول مين حلو ومين وحش، عشان تبدا تقرا النتائج معاك وتساعد الجيناتيك الجوريزمز ده او الاوبتمايزيشن تول دي ان هي تفلتر، لان هي ما بتقراش حاجه غير صفر وواحد. مشكلتها كلها ان هي ما بتعرفش تقرا النتائج يا صفر يا واحد. هي انت بتقول لها ماكسمايزيشن، فبالتالي بتدور على اكبر قيم، فاكبر قيم انت هتخليها تحاول تقرا واحد، يا اما مينيمايزيشن فبتحاول تدور على كل القيم اللي بتقرا صفر. فانت محتاج تحول القيم كلها اللي انت بتقيسها لحاجات صفر وواحد، تدي صفر وواحد، وتفلتر بناء على الاختيار اللي انت هتختاره، هتقيس ماكسمايزيشن ولا مينيمايزيشن. فدي بس بتحتاج تكة حتة كده صغيرة رياضة شوية. طيب أنا جبت بيس كيس موجودة في مدينة، استخدمت مدينة السادات، لقيت إن فيها نسبة يعني مسطحات خضراء كبيرة، يعني بتحاول تحافظ على الباترن بتاعها والتخطيط بتاعها. يعني حسيت إن هي ممكن تكون مدينة كويسة إن أنا ممكن أجرب فيها الدراسة بتاعتي. خدت مسطح من الأرض وقلت إن أنا هقيس عليه الدراسة بتاعتنا، وقررنا نقيم الحالة اللي موجودة، ولقينا مسافات السير للخدمات. هتلاقي هنا مكتوبة مثلا، هتلاقي المسافة كلها بالكيلو متر، مفيش حاجة المسافة بتاعتها صغيرة للأسف. ده في ويب سايت اسمه ويكو سكور بيقيم مسافة المشي، وبيقول لك في الاخر تقييم المدينه دي هل هي ووكبل سيتي او ووكابيليتي، او هي ما يعني مدينه معتمده على العربيات. فالمدينه طلعت طبعا كار ديبندنت، فالمفروض ان المخطط بتاعنا اللي يطلع يخلي مسافه السير ووكبل، مسافه السير صغيره، ما تخليش انه في حد يضطر يستخدم سيارات لدرجه ان احنا نبقى كلنا معتمدين على السير. الاختبار كنا عايزين نشوف الاول النتائج اللي احنا كنا عايزين نشوف النتائج اللي طالعه لنا دي فعلا، هل هي بغض النظر هي كانت احسن نتيجه او افضل نتيجه، بس كنا عايزين نتاكد ان النتائج اللي طالعه دي فعلا هي بتحسن، وان هي مؤشر ل نجاح الميثودولوجي نفسها، ان انا اقدر اربط الثلاثه ببعض واقيمهم ببعض واحط لهم رولز وقيم كلهم في نفس الوقت. مش هفضل اتست بالطريقه التقليديه واحد 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 وارجع اعدل ده وده وده وهكذا.
فاخترنا 15 حل، 15 alternative من النتائج اللي طالعه، بيكد كده يعني، بيكد كده راندوملي، انا اخترتهم من النتائج اللي طالعين كلهم كده 15، من بغض النظر هم مطلعين نتائج كام، عشان اشوف فعلا هل في خفض او في فعلا فرق ما بين النتائج اللي بتطلع دي وما بين الحاله اللي احنا بنتكلم فيها، ولا هي الميثودولوجي دي اصلا محتاجه تحسين ومحتاجه ان اغير حاجه فيها عشان اشوف هغيرها ولا لا. طبعا دي احنا يعني نظرا طبعا ان انت عشان تعدل الشبكه وتجنريت شبكات تانية بتحتاج ان انت تبقى شاطر رياضيا اكتر، فانا استخدمت الفورنوي، واللعب ده كله كان على الباترن بتاع الفورنوي، فورنوي والكونديشنز وكل الرولز بقى كنتش بابلاي على نفس الباترن العاديه، لان انت عشان تظبط شبكه من الزيرو محتاج ان انت تبقى دارس السيستمز وشويه رياضه كده حلوين يعني. وبما ان انا خلفيتي معماريه فالحته دي يعني لسه ايه مش قويه قوي، فاضطريت استخدم حاجه يعني بيزد موجوده، الجوريزم موجوده زي الفرونوي، الفرونوي باترن ده فرونوي موجود مبني من الطبيعه، يبقى موجود في اوراق الشجر، ممكن تشوف ورق الشجر على ظهر الزرافه مثلا تلاقي عليها نفس الباترن كده بالظبط، حسيت ان هو ممكن يبقى انسب ويبقى مرن معايا، لان كل الضلع فيه اقدر اغير الاورينتيشن بتاعه ومش هيضر بالتشكيل قوي، بالعكس هيطلع تشكيل احسن. تمام، دي ال 15 كيس. لحظه، طيب اول حاجه انا قست البيلدينج دنسيتي، الكثافه السكنيه، ولقيت ان انا الكيسز اللي بتطلع الراندوم دي كلها بتحقق كثافات سكنيه اعلى من الكثافه الاصليه، وبالتالي رغم انه المفروض ان التخطيط الاصلي ده كان هدفه اقتصادي او تخطيطه اقتصادي يعني، كانت الحلول اللي بتطلع كلها بتحقق كثافات سكنية أعلى، بالتالي في ربح اقتصادي أعلى وفي خفض لاستهلاك الطاقة أقل زي ما احنا قلنا، فإذا النتائج دي ماشية أوكي في الاتجاه اللي احنا بنتكلم فيه. الحاجة التانية أنا حبيت أشوف نسبة الشبكات اللي هتطلع اللي أنا هطلعها من الدراسة دي، رغم إن أنا يعني المفروض إن الاقتراحات دي كانت كل واحد فيهم بلوك سكني، بلوك سكني او كلاستر يعني، المعماري بقى هياخد البلوك ده يحله ويقسمه مباني ويحل في النص بقى ايه كورت وهكذا، فدي مجاورة سكنية وكل واحد فيهم عبارة عن مجموعة مباني هو بقى يحلهم متصلين ببعض. انا وظيفتي ان انا بحدد المبنى ده هيبقى ارتفاعه كام، في فويد قد ايه يعني المسافة الكورت بتاعته قد ايه فاضية، البلاي هتبقى بلازة بقى، هتبقى حاجة يعني الديزاينر يحلها بس هي لازم تبقى فويد. عندي هنا مساحات خضراء، اماكن المباني الخدمية هتبقى اللي هي مباني الاورنج شوية كده، هتلاقي هنا مباني اورنج كده، هي دي الايه اماكن المباني الخدمية اللي هو المفروض يحط فيها مبنى خدمي، يحط بقى تبقى ميكس ديوز، فتبقى من فوق مثلا ريزيدنشال ومن تحت مثلا صيدليات، مباني حاجات تجاريه، عايز اخليها كلها تمام يعني زي ما يعملها، بس دي بوتنشال ان هي ويكابيليتي يعني سهل الوصول ليها من كل المباني. ماشي، نرجع تاني. حبيت اشوف نسبه الشوارع اللي هتطلع، عشان رغم ان انا قدرت ان انا المفروض ان انا اخفض مسافات السير، طب انا عايز اشوف نسبه الشوارع هتطلع دي عشان الماتيريال بتاعتها بتساهم في مشكله، حتى لو انا عملتها فاتحه هي برضو بتساهم في مشكله اللي احنا بنتكلم فيها في الاربن هيت ايلاند افكت، وان انا مش عايز اخلي الماتيريال بتاعتها مش عايز اخلي الماتيريال بتاعت الستريتس دي مسيطره او بنسبه كبيره قوي في الـ في الـ في التخطيط بتاعي. الاقي ان البيس كيس بتاعتي كانت 40% شبكات طرق، ودي نسبة كبيرة جدا. الحلول اللي احنا كنا بنقيس تانية فيها هنلاقيها بتتكلم في نسب اقل من كده بكتير.
فإذا برضو واضح إن الشروط ماشية وبتولد حلول أقل. أقل حاجة عايزين بقى نحسن موضوع الأحمال الحرارية، عندنا نغير التوجيه ونقيس الأحمال ونغير ارتفاعات المباني وهكذا. لقينا طبعا خفض كبير جدا في نسب الأحمال الحرارية ما بين الحالة الدراسة الأصلية اللي هي الإيه الحمراء دي وبين الحالات التانية، والخفض هنا يمكن أكتر حاجة فيهم، يعني أكتر يمكن أكتر حاجة في التشارتات اللي فاتت دي. يعني فرق، كل ده فرق ما بين حالة الدراسة الأصلية اللي هي الحمراء وما بين الأزرق ده كله، دي حالات حلول بديلة. الحاجة الثالثة إن أنا بقيس المسافة ما بين مركز الخدمة وما بين المباني السكنية، فده طبعا فرق رهيب زي ما انت شفتوا، إنه كان مسافات السير للخدمات كانت بعيدة قوي، هي مدينة جديدة المقترح كان بيخلي مسافات السير كلها أقل من 200 متر سير، فدي كانت حاجة كويسة جدا، وده كانت حاجة مشتركة فيهم كلهم كمان، يعني رغم ان هم cases selected randomly، يعني انا مختاراهم مش احسن حل، انا مش بقول مش احسن حل، ده كانوا بس مختاراهم من النتائج اللي بتطلع، الى انهم كلهم كانوا بيساهموا في انه يعني الخفض اللي احنا كنا بنتكلم فيه. فاذا الميثودولوجي دي يعني تمام يا جماعة، تقدروا تمشوا بيها تطبقوها عندكم. يعني الرولز اللي انا كنت بستخدمها عشان افلتر بيها النتائج، عشان احاول اخلي كل النتائج اللي بتطلع وزن يعني في نفس نطاق النتائج الناجحه اللي انا شايف انها ناجحه، كانت الشروط ان انا عايزه ازود الكثافه السكنيه بنفس الارقام دي، عايزه اخلي عندنا كان عندنا مشكله كده في نسبه الشبكات، كانت الكود المصري بيقول لنا ان هي ما تبقاش اكتر من 30%، لكن عندنا ليه بيقول ان هو حاول تخليها ما تزيدش عن 20%. كان عندنا انا استخدمت الكونكتيفيتي ان هي ما تبقى لازم تبقى اكبر من 2.2 عشان اضمن اتصالية وامان وحاجات كده للشبكة. الاحمال الشمسية هخليها مينيمايز على قد ما اقدر، مش هحط لها رقم، بس انا عايزه اقل رقم في الاحمال الشمسيه اللي تقدر عليه بقى ايه، هو يسلكت هيحاول يسلكت على الاقل ما يقدر اقل ارقام. وكمان هحاول ان انا اعمل مينيمايزنج برضو للووكينج ديستنس، زي ما انا قلت هخلي اصغر اقلل مسافات السير ما بين مناطق الخدمات والمناطق السكنيه على قد ما اقدر. طيب لو انا عندي بقى مشكله، انا عندي أربع انديكيتور، أربع عناصر تقييم للمتغيرات اللي طلعت دي. أنا اخترت 15 حالة دراسة وعندي أربع متغيرات محتاجة أقيسهم على بعض. طيب أحد الطرق إن أنا أسقطهم على بعض كلهم في تشارت وأخلي النتيجة بتاعتهم ريليتيف، يعني أنا عندي مسافة السير مثلا 400 وعندي مسافة الأحمال الشمسية كانت بتقرب آلافات مثلا، عندي مسافة عندي الدنسيتي بتقرب أرقام تانية خالص 25 10 حاجات كده أهو، فأنا محتاجة أترجم الحاجات دي نسب لبعضها وأرتبها مثلا من 0 ل 10 وأخلي الحلول دي كلها، أخلي مثلا الحل الأولاني ده واخد مثلا 2 من 10 في الستريت نتوركس، وأخليه واخد في الكثافة السكنية مثلا 5 من 10 في الكثافة السكنية، واخد مثلا 9 من 10 في مسافات السير وهكذا، وبناء عليه انا سقطت النتائج دي كلها في تشارت على بعضها، واحاول اجيب الحل اللي بيجيب 10 من 10 في اغلب الرموز. عندك اكس وعندك مثلث ومربع واللي هو الشكل الساندبوكس ده، هتلاقي ان انا يعني هتلاقي ان فوق اللي هو احسن حل خالص هو ده الاوبتمايزيشن من ال 15 حل. تمام، طبيعي جدا ما فيش حل وحيد مثالي، تمام ما فيش حل وحيد مثالي، ان كل ما المتغيرات بتزيد صعب جدا ان انا اقول هو ده. تمام، الكلام ده لو انا بقيس باوبتمايز على حل واحد مين اطول واحد فينا، فواضح جدا ان هو ده اطول واحد فينا، لكن انا لو جبت كذا كل ما زودت المتغيرات هيبقى صعب جدا ان انا اقول هو ده، هقول هو احتمال ده او ده او ده، انا هختار بناء على عناصر تانية، ممكن ادخل الكوست، ممكن ادخل اعمل فاليو انجينيرنج، اعمل ريسك اناليسيس، ممكن ادخل اي يعني مثلا نوع تقييم اخر
هو اللي يحصر معايا، هو اللي يعني ينهي العلاقة دي، مين أحسن حل من الأوبتمايزيشن كيسز دول كلهم. فأنا دلوقتي عندي يعني كل الحاجات دي حلول نومينيتد إنها تبقى أوبتمايزد كيس، فأنا محتاج إن أنا أقول أنه حل فيهم. فأنا اخترت أكتر واحدة فيهم يعني كل قيمها أعلى من قريبة من 9 و10، كان الحل رقم 10 ده. لما نقيس بقى الحل رقم 10 ده مع البيس كيس، هنلاقي إنه في كثافة سكنية أعلى بنسبة 6%، الكونكتيفيتي بتاعت النتورك جايبة 3.9، احنا قلنا إن السيف والكونكتيفيتي بين 2.2، فهي مور سيف ومور كونكتد كمان. الأحمال الشمسية رهيبة، يعني نزل الرقم يعني أكتر من 64% خفض في الأحمال الشمسية. مسافة السير نزلت ل 182، فخفض في نسبة السير بنسبة 81%. بالتالي أنا قدرت أعمل مسافة سير قليلة جدا، أقل من 200 متر. دي مفروض لو أنت بتطبق مثلا حاجة زي الليد أو كده، دي تديك بوينتس في الليد، لأن دي ما تاخدش منك مثلا 10 دقايق مشي تقريبا. عندي أحمال الشمسية قليلة جدا، مور سيف. واحد تاني ممكن يعني دي الطريقة اللي أنا طبقت بيها وقتها البحث بتاعي أو الدراسة بتاعتي. أنت ممكن بعد كده تكمل وتحط امتداد تاني، معايير تانية، ممكن تزود الدي لايتنج وتقيس جوه الدي لايتنج بتاعة المباني، تقيس مثلا على الدور الأرضي على أساس إن الدور الأرضي ده أكتر واحد بيتأثر بيه التخطيط العمراني بتاع المجاورة. ممكن تقيس علاقات تانية زيادة معاك في الدراسة. ممكن ما تقيمش بس من جهة الثلاثة أو الأربعة اللي أنا اتكلمت فيهم دول، ممكن تخش في توزيع النسب. طبعا أنا اخترت 15 كيس عشان يبقى سهل التقييم بتاعها كده. لو أنت يعني في تقييمات أخرى بتخش بقى، بتضطر تقيم إحصائيا، لأن أنت عايز تقيم على مستوى 2000 كيس، على مستوى 5000 كيس، فأنت محتاج أصلا هتروح تستخدم كل نتائج الدراسة، كل النتائج اللي بتطلع لك كلها من الأوبتمايزيشن، عايز تتستها، عايز تعملها اختبار. فبالتالي أنت هتحتاج تاخد تستخدم ريجريشن بقى، أناليسيس وتحاليل إحصائية تانية علشان تسلكت الاختيارات دي. لو حد فيكم عنده باك جراوند في الاحصاء فممكن يكون فاهم بس كلامي. انا حبيت اقدم كيس ستادي بسيطه سهله، نقدر نقيمها ببساطه، مش محتاجه نوليدج كبيره قوي يعني مننا في حاجات تانية. الدراسه دي ما كانتش جديده قوي يعني، الدراسه دي عملتها في 2016 2015 لا 2014 مش 2016 2014. فيعني انت دلوقتي في 2020 تقدر تعمل حاجات تانية اكتر من كده، وتقدر تقيم متغيرات تانية اكتر من كده بكتير، وهتلاقي بلوجنز يمكن اسهل ويمكن انتجريت فيها حاجات تانية غير الكلام ده. الموضوع واخد اهتمام دولي كبير، وهتلاقي فيه تولز تانية كتير بتساعدك يعني الوصول نفس الهدف. كان في طبعا سؤال بتسأله في الآخر علشان شكل الشبكات وشكل العلاقات ما بين الـ intersected بعضها ببعضها. كان في جايد اسمه Complete Street، وفي جايد تاني أعتقد في جايد في الإمارات تقريبا، الإمارات عاملة جايد للشوارع عندهم، وفي شيكاغو برضو، مش فاكرة اسمها ايه عندهم في شوكيا، وبرضو عندهم جايد كده للشبكات وتخطيط الشبكة. عندهم حلول لفكرة ان انا اقسم واعمل علاقات في الطريق، واتحكم ازاي في الطريق، واعمل بتوستيريان يعني، هنا رصيف في دروب اوف كده، وفي هنا ده علامة كده ان هنا في مشاة هيعدي، ممكن طبعا انا احط اشارة وكنترول هنا قبل ما يعدي النقطة دي، هسمح العربيه تعدي او لا بناء على الاشاره الموجوده. وطبعا العربيه وقفت انا كده خلاص يعني اقدر كده امشي. الدروب اوف ده كمان معناه ان انا ممكن اقطع بعجله كمان، مش مشاه بس يعني، المسار ده كده لعجل كمان، مثلا يكون العجل مثلا بياخد الجري مثلا، والبني ادم بياخد الاحمر ده،
وهكذا. فكل دروب اوف ده هنا، بص دي معلمة برضو دروب اوف تاني في الشارع هنا. فالعلاقات دي كلها بتقول لنا يا جماعة احنا ممكن نحل اي نوع من علاقات الشوارع دي ببعضها ونتحكم فيها ونخلي الشبكة انتجريتد، والكلام ده موجود وسهل تطبيقه يعني، استجريتد ما بين المشاة وما بين البايكس. تمام، انا كده خلصت البرزنتيشن بتاعي، حاولت اخليها يعني بسيطة على قد ما اقدر، مختصرة. حاول كده بص على الأسئلة بتاعتكم. استاذنك بس ناخد الناس اللي عايزه تسال تمام بس تمام بس ما هي أداء تقييم الاستدامة في القطع الحمراء؟ هو الصوت بس مش واضح شوية، فممكن مش عارف الصوت وصل. انا سامع صوتي. تمام، بحب اشكرك على المحاضرة الحلوة هاي، يعني بس بدي اسال سؤالي هو تمام. انا صوتك كان بيقطع، ما سمعت. معك، انا سامعك. الو، ايوه. اوكي، بحب اشكرك على المحاضرة هاي وعلى المعلومات اللي جد مفيدة وفيها منهجية توصلك ممكن حل بيئي مستدام. يعني تفضلي. انا سامعاها، تمام. فبس بدي اسالك من ناحيه، هلا نحن بحثنا من ناحيه الكثافه السكانيه، بحثنا من ناحيه شو اسمه الاحمال والكهرباء والهاي النواحي الفيزيائيه. طب ما في بحث انه بالسيكتور العداله الاجتماعيه والترابط الاجتماعي؟ هلا نحن بالنسبه لنا المباني السكنيه صارت هيك طوابق ورق، النظام الاسكان موجود حاليا الحديث ما بعطي ترابط اجتماعي وبفقد هوية العائلة الممتدة زي زمان. صارت الناس تعيش بهيك صناديق دحيح، وبالتالي انه ما في ترابط، ما في ابحاث يعني بتساعد انه ترفع من القيمة الاجتماعية وترابط الاجتماعي، وبالتالي هاي يعني بيعكس ايجابيا فعليا للصحة النفسية وبيقلل من التمييز الطبقي وكمان من معدل الجريمة كمان. دحيح، بس هذا سؤالي. هي في أكبر مشكلة عندنا موضوع التقييم الاجتماعي ده. هو الاستدامة دايماً عبارة عن علاقة ما بين، يعني في مختصرها يعني، إن إحنا بنحاول نحقق استدامة اقتصادية واستدامة بيئية واستدامة اجتماعية. دايماً دايماً مشكلتنا في موضوع الاستدامة الاجتماعية ده، لأنه الاستدامة الاقتصادية أنا قادر أجيب لها متريكس وأرقام نوميريك أقدر أقيسها. الاستدامة البيئية احنا برضو حولناها لشوية متغيرات وقدرنا نقيسها. الاستدامة الاجتماعية ما زالت صعبة شوية في القياس، فيها باحثين كتار حاولوا يتجهوا ازاي نبسطها ونستخدمها. انا بالنسبة لي في التجربة بتاعتي دي انا ما قدرتش احول حاجة نوميرك، غير ان انا افترضت ان انا لو حسنت مسافات السير اللي هي قصرت مسافات السير، فانا كده هقلل مسافه السير للخدمات، فانا كده هحقق عداله اجتماعيه. وان انا عملت مساحات اوبن سبيسز كده خضراء بينهم في النص، فده مساحه ان هي الناس هتتقابل وهيبداوا يتمشوا ويقابلوا بعض وهكذا، فده هيبقى فيه احتكاك ومجتمع اكتر، يعني في اكتر يعني في تفاعل اكتر اجتماعي. فده كان الافتراض ان انا بناء عليه لو حسنت مسافات السير وخلقت open spaces أكتر، طبعا هي فادتني في جزء تاني بيئي، بس فادتني في جزء تاني اللي هو اجتماعي. لكن الموضوع ده محتاج شغل شوية، لأن هو فعلا صعب إن أنا أحول العلاقات الاجتماعية لحاجات قيم مترك، أقول إن القيمة دي لو انخفضت عن رقم كذا فهي هتبقى أكتر اجتماعية أو أقل اجتماعية.
موضوع الجريمة وانتشار الأمراض وموضوع الحاجات دي كلها طبعا مهمة يعني، بس هقول إن برضه في الآخر إن العنصر الاجتماعي ده في رأيي مش هينفع يتم تقييمه غير بانتجريت مع، أو يعني بالتكامل مع عنصر آخر. يعني أنا دلوقتي عشان أخفض مسافات السير أنا حسنت حاجة تانية بالبيئة، لو أنا عايزة أمنع مثلا الجريمة أو أقلل انتشار الأمراض فأنا محتاجة أحسن التهوية واخلي مثلا اماكن التجمعات تبقى يعني اكسبوزد للناس كلها، السلم مثلا سلالم المباني تبقى مكشوفه عشان تبقى الناس شايفه اللي بيحصل في السلالم من داخل العمارات من جوه الكلاستر، يعني من جوه المجمع السكني مش من بره من الشارع، يعني حاجات هكذا. كل ده اعتقد ان انا وانا بعمله هو اوريدي يعني بشكل او باخر انا بلعب في كذا فاكتور تاني مش هو بس. فهو الصراحة المشكلة إن البعد الاجتماعي ده عندنا يعني محتاج فعلا دراسات أكتر عليه. أعتقد إن هو محتاج نوع من أنواع الذكاء الصناعي أو التعلم العميق، يبدأ يشوف الدراسات الموجودة قبل كده ويطور نفسه فيها. اه بالظبط، بس هو برضو طيب في الآخر مش هيقدر يحسن غير لما احنا نديله مين اللي حلو ومين الوحش، يعني انا محتاجة اقوله مين اللي حلو ومين الوحش، فمحتاج هو أوصل هيعتمد لطريقة أثق بيها أصلا العلاقة دي إيه. هو هيعتمد على دراسات السوق، يعني نبدأ نسأل الناس ما هي السابقين اه أو احنا كده. محتاجين بس هو شغل. مشكلة الذكاء الصناعي إن هو، أو التعلم العميق، إن هو ممكن يوصل لنتائج ما نعرفهاش. يعني كان فترة أحد الباحثين عمل دراسة هيخلي الذكاء العميق يفرق بين الكلب، نوع من أنواع الكلاب اللي شبه الثعلب وهكذا، تمام؟ الاثنين شبه بعض بالظبط، فهو عايز يفرق بينهم، فقدر يفرق بينهم ايوه بالذكاء العميق بنسبه 100%، بس اكتشف ان هو بيفرق بينهم من الخلفيه، ان الذئب بيعيش في الجليد بينما الكلب في الهوم في البيت. فطبعا ده كانت لو ان الدراسه بتاعتهم باظت. باشمهندس محمد كامل، باشمهندس دكتور لو سمحت، عندنا المطورين المعماريين والدوله نفسها لما بيجي تخطيط المدن الجديدة ما بيهتموش بعناصر الاستدامة أو عناصر الوكابيليتي، فكل اللي احنا بنشوفه ان في تخطيط المدن الجديدة في مصر مثلا ان الكلام اللي احنا بنقوله ده كله كلام على الورق، ما بيحصلش منه أي حاجة تساعد الناس. ايه اللي يحصل ربط ما بين الاتنين عشان كلامنا يبقى مفيد للناس يعني تقدر تستخدمه؟ هو يعني ما اقدرش اقول ان الجمله بتاعتك صحيحه 100%، بس يعني هي الى حد ما الحقيقه ان عندنا في توجهات يعني لتحسين الصوره شويه، ومثلا ان احنا نحاول نستخدم ان يبقى مسارات العجل دي مندتوري في كل المدن الجديده أساسية، لازم يكون المخطط العمراني بياخدها في حساباته. بس أنا هرجع أقول إنه للأسف بغض النظر عن السياسات يعني السياسات اللي هي اللي إحنا بنتكلم فيها على مستوى الدولة، ذكاء المخطط في إن هو يبرمج الحاجة أو يعني يترجمها في صورة ليها بنفيت من جهة الكلاينت، أيا كان الكلاينت ده مين أو المستخدم أو الراجل اللي أنا هبيع له المنتج ده، يعني أنا اقدر اعمل حاجه وابيعها له او اعمل حاجه بسيطه جدا يعني وانا بعمل، مش هتاثر على التكلفه مش هتاثر في اي حاجه، بس هي بتزود اهداف يعني هتزود اهداف مثلا الاستدامه في المجاوره وانا بصمم، مش هتحتاج مني كميه بيرميشنز كتيره. يعني فكره التصميم الشبكي وتصميم علاقه الشبكات ببعضها، تصميم الكلاستر نفسه وتقطيعته، كل الحاجات دي ما فيهاش يعني التدخل الاستراتيجيات بتاعت الدولة نفسها مش هتديك فيها يعني ما فيهاش اثورتي قوي عليك، فاهمني؟ اقصد يعني ان انت لو انت عايز تعمل حاجة فعلا على الاقل ممكن ما تعملش 10 من 10، بس على الاقل ممكن تعمل 3 من 10 4 من 10، بعد شوية هنعمل 5 من 10، بعد كام سنة هنعمل 7 من 10، وان شاء الله يعني ربنا يدينا كده ونعمل 10 من 10. فيعني اقصد احنا مش لازم نتارجت ان احنا هنحقق استدامة زي ما الكتاب بيقول، بس على الأقل هنحاول نحقق حاجات منها. الدولة عندها تصور معين للاستدامة هي ماشية عليه، ده دورنا ان احنا كل ما يزيد الوعي عندنا كل ما نحاول نطبق حاجات ونسبة نجاحها فالدولة أكتر تتبناها ونقدر يعني وهتصدق الفكر ده. تمام دكتور. طيب في سؤال بيسأل،
هل لو احنا غيرنا لون المادة بتاعة الرصيف، تمام، ودينا اي لون مثلا اخضر او اي لون غير اللون الاسود، هل ده ممكن يأثر على المناخ مثلا او على اه طبعا المنطقة؟ بيأثر، طبعا بيأثر، بيأثر كمان على نسبة الإضاءة اللي داخلة للمبنى جوه، لأن كل ما يكون الرصيف ده لونه فاتح كل ما نسبة الإضاءة الريفليكتيف اللي بتخش الفراغ المبنى نفسه ده المطل على الرصيف ده بتبقى أعلى. طبعا يعني كل ما أخلي اللون ده فاتح كل ما أخلي اللون ده، كل ما اللون ده يبقى فاتح كل ما تبقى نسبة الريفليكتيفيتي بتاعة الضوء هتبقى أعلى وبتاعة الحرارة أقل. يعني أثر على الجزء الحرارية مثلا؟ هيأثر، اه هيأثر طبعا. يعني انا كل آه، تمام. يفضل ان انا احاول طبعا اخلي البيفنج دايما او يعني انواع التبليطات او الرصف كله يبقى ابيض، يعني مش ابيض يعني افاتح، كل ما افتح اللون كل ما يبقى احسن. في اه حاجه تمام. اسمها في اندكس اسمه CRI اللي هو سولار ريفلكتيفيتي اندكس، ده ليه علاقه بمدى انعكاسات الماده لاشعه الشمس. المفروض ان انا بستخدم المواد اللي الريفلكتيفيتي بتاعتها كبيره. اه تمام. طيب في سؤال مهندس الصناعي اللي بتسأل، مش فاهمة دراسة نرش ليه الطرق المنظمة يكثر فيها الحوادث، أعتقد قصدها الطرق لما تكون مستقيمة ممكن السواق ينام مثلا. لا لا لا، هو مش بك، هو كان بيقيس نسبة التقاطعات، هو ما كانش بيقيس نسبة الشبكة يعني شكل الشبكة، هو كان كل بيقيم الشبكة من نسبة تقاطعاتها، اه، ما هي بتسأل بقى ليه الطرق ما المنظمة كانش بيكثر فيها بيقيس، الحوادث. ما كانش فيها. اه اه عشان هي هو ما عرفش، وكان في علاقة كده، كان في علاقة ما بين نسبة التقاطع لنسبة الطول، يعني بمشي قد ايه من التقاطع للتقاطع التاني. تمام، تمام. اه فالحتة تمام. دي لما كانت بتزيد كانت بتعمل مشكلة أعتقد. يعني أنا مش هو فيه طبعا أكيد في عوامل تانية بتخش، بس أنا تخميني إن هي كانت محتاجة ضوابط تانية للسرعة مثلا أو كده ما بين التقاطع والتقاطع التاني عشان ما يضطرش يخبط في حد تاني جاي من الطريق التاني، يعني كان ممكن يكنترول بيها بطريقة تانية. بس هي هو لأن كل ما المسافة بتصغر بين التقاطع والتقاطع ما بتديش تقريبا سماحية للعربية إنها تزود في سرعتها مثلا، او يعني ايه ما بيلحقش يعني ايه يغفل الطريق اللي في الجنب ده. تمام يا دكتور، الله يكرمك دكتور. فهو لا ان احنا نصغر المسافة اقل. اه تمام، يا الله يكرمك. طيب في سؤال، سو كان بيسبق يعني كان بيدرس كده، ده كان فهم اه تمام، يعني هو بيدرس مثلا الابحاث السابقه او مدن سابقه او كده، وبيشوف عدد الحوادث فرق ولا لا. اه، عايزين دراسه برضو وهو في، كان بيقيس مدن قائمة، عايزين كان ندرس بيقيس موضوع مدن قائمة. الكباري الجديدة دي أثرت بالإيجاب ولا بالسلب. طيب في سؤال ان شاء الله. بيسأل، هل في إن شاء الله بيسأل فيه، هل في أخذ اعتبار آراء السكان، وكيف ندخل استشارة للسكان في المشروع العمراني عن طريق الريتم الجيني؟ في مثلا ماشي، طب الريتم هندخله ازاي؟ ما انت ممكن العكس بقى، انت ممكن تعمل الاول زي سيرفي، تجيب الناس دي وتعمل لها سيرفي او كوتشنير وتخليهم يجاوبوا بناء على انت يعني هتصمم الكوتشنير ده بطريقه تديك انديكيتور معينه للديزاين بتاعك. يعني هتسالهم اسئله مثلا عن نوع الخدمات، مثلا تسالهم اسئله عن هل انت شايف مثلا المسافه بتاعتك اللي بتقطعها للباص حلوه ولا لا، يعني بعيدة إلى حد ما، بعيدة أوكي بعيدة جدا وهكذا، وأنت هتقيسها في الحقيقة. فهتلاقي إن المسافة دي مثلا اللي هو بيتكلم عليها بعيدة دي مثلا 500 متر، فتعرف إن أنت ما ينفعش تجيب 500 متر، أنت لازم تقل عن ال 500 متر. فهتحتاج الأول تعمل كوتشنير مثلا وتطلع منه إنديكيتور، يبقى أنت كده ترجمت نتائج الاستشارة بتاعت الناس دي جوه جوه الدراسة بتاعتك. لكن تمام. هحطها ازاي؟ مفيش يعني طريقة ذكية ان احنا نربط ده بده على طول. طيب في سؤال، ايه هي البرامج اللي بتخليني اعمل الدراسات ولو على سكيل مبنى واحد؟ ايه البرامج اللي ممكن تخليني اعمل الدراسات دي؟ انه دراسات بالظبط الدراسات بتاعت السيموليشن هي المحاكاة. هي كلمة السيموليشن دي كبيرة. احنا عندنا احنا الدراسة اللي احنا اتكلمنا فيها دي كان فيها سيموليشن للشبكة
فاستخدمنا فيها ديكودينج سبيس، واستخدمنا ديفا، كنا بنعمل تقييم على الأحمال الشمسية. ديفا بيقيس على جوه المباني برضو موضوع الضوء الدي لايتنج والجلير، السطوع واللي هو اسمه ايه ده، الوهج اللي في العين ده. وفي بينزل معاه كمان حاجه اسمها اركي سام، برضو بيشتغل انرجي بيلد، انرجي اسمه ايه ده، انرجي بلس، ده بيقيس الحراره واستهلاك الطاقه. وفي كمان بيقيس الاشعه، الخلايا الشمسيه بتطلع طاقه قد ايه. في ايه تاني؟ الهواء، الهواء في بلوجنز تانية زي دراجون الحاجات دي كلها على جانجو جراس فري. هوبر؟ دي اسماء بلوجنز على جراس هوبر، يعني ديفا اللي هو ديكودينج، الراينو. على جراس هوبر في الراينو. ديفا في منه ديفا فور الراينو، يعني ديفا في فور الراينو بيشتغل على الراينو بس، وفي ديفا فور جراس هوبر. في درانجو، تمام تمام يا دكتور. في مهندس ما اعرفش حضرتك تعرفه ولا، اسمه دكتور حسن، ممتاز جدا في الجراس هوبر والراينو والحاجات ديت. طيب كان في حد بيسأل أسئلة تانية. في واحد عايز يقيس الحرارة والرطوبة وتيارات الهواء وخواص الماتيريال. اركي سام طبعا، أرك سام. تمام. ده مستقل برضه ولا جوه ده على الجراس هوبر؟ الاردن. لا ده بينزل مع الديفا، بينزل جوه الجراس هوبر. بينزله على على جراسوبا، بينزله بلجن على جراسوبا. كل الحاجات دي اللي انا قلت لكم اسمائها ممكن تدوروا في سايت اسمه فود فور راينو. فود فور راينو هتلاقوه فيه كل الحاجات دي. تمام. هل في اي حد عنده اسئله ثانيه؟ او في حد بيسال سؤال ما اعرفش، ما هي اداه تقييم الاستدامه للفضاءات الخضراء بصوره خاصه والفضاءات الخارجيه بصوره عامه؟ ما هي اللي احنا كنا بنتكلم فيها دي. احنا عندنا كذا، يعني كذا طريقة للتقييم. انت ممكن تجيب التقييم بتاعك من ابحاث، وتجمع الفاكتورز اللي هم قيموا بيها، وتطلع ميثودولوجي بنفسك او فريم ورك بنفسك تقترحها، بحيث ان انت تبقى عملت مثلا ايه توليفة كده من كل العوامل اللي محتاجة تتقيس تتقاس، او ان انت تجي تستخدم حاجه زي الليد البريم او الحاجات اللي انا اللي هي الادوات اللي هي بتقيم مجتمعات عمرانيه مستدامه، ليد فور نيبر هودز، اربن كوميونيتيز، بريم فور اربن كوميونيتيز، دي جي بي ان. الحاجات دي هتلاقي في ادوات يعني زي منهجيه بيقيم بيها مجتمع عمراني مستدام، ممكن برضو تستفيد منها. طيب بعد اذن حضرتك، طيب مثلا لو احنا قلنا الليد، ممكن الواحد يخسر نقط كتير لو عايز ياخد الليد لسبب ان هو بيدي 16 نقطه لو انا هعمل المشروع بتاعي جوه المدينه، بينما انا عايز ابني في الصحراء مثلا، فهخسر 16 نقطه مره واحده مثلا. تمام. ايه راي حضرتك في حاجه زي كده؟ هو بيتكلم في انه ان انا محتاجه اعمل استفيد من الدنست اللي موجوده دي وابني جواها، فمش هتكلف مصاريف في البنيه التحتيه، وان انا اعمل شبكات وان انا اعمل طرق وكلام من ده، فبالتالي ان انا هحافظ على البيئه. ودي فعلا وجهه نظر فعلا، يعني تستحق التفكير. انا لما اروح فعلا ابني في مدن بعيده، فانا هتكلف تكاليف كتيره قوي ليها علاقه بالطرق والرصف والبنيه التحتيه، وفي مصانع هتشتغل، في ماتيريال هشتريها، في حين ان انا ممكن استخدم اعمل فيلينج، يعني اشوف حته ارض مش مستهلكه مش مستخدمه، واحاول او يعني اوظف المبنى بتاعي جواها، فاستخدم قطعه ارض قائمه. فهو بيتكلم من وجهة نظر، يعني لو فكرنا بيها هتلاقيها فعلا. طب ما هو يعني هو عنده حق في التفكير اللي بيقوله. تمام. انا خليني اقول ان دي لو على مستوى مبنى سكني فاوكي، انا هعمل مبنى اروح احذفه في اخر الدنيا ليه؟ ما هو المفروض ده بيخدم ناس معينة، فطبيعي ما دام الناس تروح تجيب له وصلات عشان تروح له ماشي. لكن انا وهعمل مجولة سكنية، المجولة السكنية هتلاقي حاطط لها شروط معينة في الوظائف، في الترانسبورتيشن، وفي وسائل التنقل اللي بتوفرها وكده، فهو نفسه هيضطر ان اللي هيعمل مجوله سكنيه وعايز ياخد ليد هيضطر يوفر وسائل مواصلات معينه
يعني كأنه أصلا بيعمل كومباوند، فاضطر يجيب خط مواصلات شركة مواصلات معينة بتخدم المنطقة دي، وبتكون مثلا ليها صديقة للبيئة مش عارف ايه، فيها اشتراطات معينة، ويعمل بروموتنج مثلا للبايسكل، جرين فيكلز، اي حاجة بتتشحن بالكهرباء مثلا، بتاع حاجات كده يعني. فهيضطر ان هو يعني لو خسر في دي، بس هتلاقي في حاجات تانية هيضطر يجيب بيها بوينت عشان يعرف يعوض الكلام ده، هيصرف تاني من الاخر يعني.